مساء الخير، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من الحياه اليوم. كل سنه واحنا بخير، كل سنه وكل الامه الاسلاميه بخير. دار الافتاء المصريه تعلن ان غدا هو اول ايام شهر رجب، وباذن الله ربنا يعني يوصلنا رمضان، ناولنا رمضان، وكل سنه وحضراتكم طيبين. العد التنازلي بالنسبه لينا جميعا ومعظم الدول الاسلاميه للوصول الى شهر رمضان الكريم، ربنا قدرنا باذن الله، وكل سنه واحنا كلنا بخير. النهارده استقبالات للرئيس عبد الفتاح السيسي في اطار التجاره. انتوا عارفين انا مهتم جدا بالاخبار الاقتصاديه والاخبار التجاريه علشان التبادل المشترك. لو تلاحظوا في الاونه الاخيره معظم اللقاءات كانت لها صبغه تعاونية تجارية، رفع مستوى التعاون التجاري، رفع التبادل التجاري كل مع أي دول ومع كل اللي موجودين، بما في ذلك الزيارات اللي كانت على مستوى رئاسي علشان يجوا سواء بقى يزودوا حصة الاستثمار داخل مصر أو يطالبوا بأن هم يكون ليهم جزء من البناء وداخل مصر أيضا والتطور اللي عمال يحصل. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل محمد جاسم الصقر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت في مصر هنا، واستقبله في اجتماع حضره الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. مش بس كده، ولكن أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع بعدها لمتابعة جهود وزارة التجارة علشان التصنيع المحلي وتنمية الصادرات. الفترة القادمة التركيز هيكون على نشر أماكن علشان إتاحة الفرصة أمام المستثمرين الصغار والمستثمرين المتوسطين علشان يبدأ الإنتاج يرتفع ثم أن ننمي الصادرات. لو حضراتكم تعرفوا قد إيه أوروبا ممكن تواجه بسبب الشتاء اللي حصل ده مشكلة في الزراعة عندها في الفترة القادمة، وقد ايه هيتم الاعتماد على مصر في ان هي تقدم الخضروات وتقدم الانتاج والفواكه في الفترة القادمة لاوروبا، هتعرفوا قيمة ان احنا بنحضر بنية اساسية لتنمية الصادرات المصرية بمختلف انواعها وبمختلف الطبقات اللي هي بتطلع فيها. هسيب حضراتكم مع هذا التقرير حول الاجتماعين ونرجع لحضراتكم تاني. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد محمد جاسم الصقر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، مؤكدا سيادته على ما يجمع بين مصر والكويت من علاقات تاريخية راسخة على جميع الأصعدة، وموقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار الكويت وكافة منطقة الخليج والذي يعتبر جزءا من أمن مصر القومي. كما أكد السيد الرئيس الدعم الكامل لتعزيز حركة التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات التنموية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، مشيرا سيادته إلى حرص الحكومة على التواصل المنتظم مع المستثمرين الكويتيين لدعم أنشطتهم في مصر وتذليل أي عقبات قد تواجههم. من جانبه نقل السيد محمد جاسم الصقر إلى السيد الرئيس تحيات شقيقه سمو الأمير نواف الصباح وسمو ولي العهد مشعل الصباح، مؤكدا قوة وخصوصية العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، ومثمنا دور مصر المحوري بالمنطقة وما تمثله من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي، فضلا عن النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر بقيادة السيد الرئيس خلال السنوات المنطقة
الماضية منذ بدء عملية الإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، ثم إقامة المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف ربوع مصر وما توفره من فرص استثمارية متنوعة وواعدة في جميع القطاعات، مما أحدث نقلة نوعية لافتة في كافة نواحي الحياة في مصر، وهو ما انعكس على حرص رجال الأعمال الكويتيين على زيادة استثماراتهم في مصر في ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد في مناخ الاستثمار في مصر. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل دعم مجلس الأعمال المصري الكويتي لدوره المهم في زيادة التواصل والتفاعل بين رجال الأعمال في البلدين، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة وبحث المشروعات المشتركة الجديدة، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة وتحلية المياه، فضلا عن التوافق بشأن ضرورة الاستمرار في دورية انعقاد اللجنة المشتركة بين الجانبين لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين الشقيقين. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة التجارة والصناعة لتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في تشجيع إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، فضلا عن العمل على الاستفادة منها في دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلي، وذلك من خلال إتاحة برامج تمويلية ميسرة لتوفير الآلات والمعدات اللازمة للمستثمرين، إلى جانب مراعاة المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة، فضلا عن الفرص الاستثمارية المتوافرة واحتياجات المناطق المقامة بها المجمعات الصناعية. كما وجه السيد الرئيس بتوفير كافة سبل الدعم لتنمية الصادرات المصرية وتعزيز نفاذها إلى مختلف الأسواق الخارجية، خاصة من خلال تذليل المعوقات اللوجستية ودعم عملية شحن ونقل تلك الصادرات، وكذا إنشاء مراكز تجارية دائمة ومخازن للبضائع خاصة في الدول الإفريقية. السيدة نيفين جامع عرضت الموقف التنفيذي لاستكمال منظومة المجمعات الصناعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية من أعمال إنشاء وتخصيص وتشغيل، فضلا عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات. كما تم استعراض جهود الوزارة لدعم وتنمية الصادرات، حيث شهد عام 2021 ارتفاع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لتسجل حوالي 32.3 مليار دولار، وبمعدل نمو بلغ نحو 27% عن عام 2020، خاصة في قطاعات المنتجات الكيماوية والأسمدة والمنتجات الجلدية والملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الطبية والغذائية ومواد البناء. قلنا لحضراتكم مرة تانية عايز اقول لكم ان النهاردة وزارة الاسكان دكتور عاصم الجزار وزير الاسكان اعلن عن موعد فتح باب الحجز من نص فبراير الجاري، علشان الوحدات السكنية جاهزة التسليم الفوري للمواطنين في ثلاث مشاريع مختلفة، في مشروع سكن مصر، مشروع دار مصر، ومشروع جنة. عايز اقول لكم ان هذه المشاريع ينطبق عليها حاجتين، ينطبق عليها القرار بتاع التمويل العقاري الخاص بدعم الشباب ب 3%، وينطبق عليها ايضا 8% الموجودة ومطبقة من قبل قرار 3%. على الهاتف الاستاذة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. استاذة مي مساء الخير. مساء الخير على حضرتك استاذ محمد، ازي حضرتك؟ تمام. مين اللي ياخد 8% ومين اللي ياخد 3؟ تنصحيني بايه لو انا متوسط الدخل وعايز احجز؟ هو طبعا يعني اللي فارق بين المبادرتين هو في مستوى الدخل وسعر الوحده. لو حضرتك مستوى دخلك اكتر من 14000 جنيه واسره لحد 50000 جنيه فده ينطبق عليه 8%، اقل من 14000 جنيه للاسره و10000 للاعزب ينطبق عليه مبادره ال 3%. تمام يا فندم. وحده معيار اخر، يعني الدخل لو هو حتى 14000 جنيه بس عايز وحده اغلى من 1,400,000 جنيه يبقى برضه في الحاله دي هتبقى مبادره 8%. يعني سقف ال 3% مبادره 3% هو 1,400,000،
و14,000 دخل. طيب الشقق اللي مطروحه في سكن مصر ودار مصر والجنه قد ايه يا فندم؟ عددها كام؟ احنا بنتكلم على 7,000 شقه وشويه، يعني 7,100 مثلا. 7000 شقه، كويس جدا. والحجز فقط لا غير عن طريق الانترنت، مفيش محمد شردي يبعت لك واسطه بورقه ويخلص الكلام ده؟ ما احنا قفلنا بقى الحاجات دي من زمان الحمد لله. هنفتح على الموقع، هنفتح 3 اسابيع، الناس تبص على الشقق وتنزل الكراسات وتعرف عايزه تختار فيه. لا لا ثانيه واحده، الناس تبص على الشقق على الويب سايت، تقدر تخش نروح المواقع، ما احنا بعيدين انها وحدات جاهزه وجاهزه للتسليم الفوري، يعني انا عايزه الناس تتاكد وتبقى عارفه هي هتسكن فين. يعني دي متشطبه يا فندم؟ جاهزه وكامله التفصيل يا فندم، ودي طبعا احد شروط المبادره كمان، ان لازم الشقق تبقى كامله التفصيل، يعني هيشيل عفش ويحطه ويتجوز. بالظبط كده ان شاء الله يا فندم باذن الله. طيب السؤال التالي بعد اذن حضرتك، اماكنهم فين؟ احنا بنتكلم بقى يعني جنة موجودة في عدد من المدن، وسكن مصر ودار مصر في اماكن اخرى، فاحنا بنتكلم على مدن اكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، القاهرة الجديدة، المنيا الجديدة، بدر، حدائق اكتوبر، دمياط الجديدة، ناصر، غرب اسيوط، الشروق. ده بالنسبة لسكن مصر. بالنسبة لدار مصر احنا عندنا السادات و15 مايو، الشروق، العاشر من رمضان، بدر، وبرج العرب الجديدة، وحدائق اكتوبر. تمام. بالنسبة للجنة عندنا 6 اكتوبر، المنيا الجديدة، القاهرة الجديدة، الشروق، العبور. مفيش زايد عشان برضو الناس بتسأل، ان شاء الله في اعلان لاحق باذن الله. لان في عندك جنة في الشيخ زايد مش كده؟ بالظبط كده، بس ان شاء الله ننزلها لما تبقى يعني جاهزة. انتوا بدأتوا تبنوا فيها اوريدي، خلصتوا فيها؟ يعني على شهر 6 كده 7 ان شاء الله هيكون في اعلانات دايما، يعني احنا بس بنحب ننزل يعني كميات قليلة وكذا اعلان، يعني يبقى فيه دايما اعلانات مفتوحه خلال السنه. طيب لو انا النهارده فتحت باب الحجز واللي عند حضرتك عدد معين من الوحدات، لقيتي ان الاقبال المطلوب مثلا في 30,000 واحد دخلوا قدموا، وفي منهم 20,000 بيستحقوا، هل ممكن تخططي لهؤلاء مستقبليا انك انت تبداي تستوعبي الطلبات المتزايده في هذه الاماكن؟ هو بقى طبعا بالنسبه للمتوسط، المتوسط بيبقى صعب شويه الموضوع ده، يعني احنا ممكن يعني بنقول لو 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 انا اوريدي عندي حاجات مخططه ممكن يعني اقول اللي هيسيب فلوسه هندي له اولويه في اعلان اخر، لكن لو انا لسه مش يعني حاجات مش مخططه ولا جاهزه، ما انا طرحت بالفعل وحدات مش جاهزه وقلت السلام بعد 3 سنوات، انا كنت لسه عامله اعلان في اغلب المدن الجديده برضو من فتره واخدت كل الطلبات الموجوده، فيعني احنا ده بقى للحاجات الجاهزه، فالطبيعي انه الناس اللي بتقدم هتاخد، واللي مش بيقدم اذا عايز ينتظر لما ننزل اعلان اخر في نفس المدن اللي هو عايز فيها يعني ممكن ينتظر، وبندي لهم اولويه طبعا، ممكن بنفتح لهم يوم لوحدهم يحجزوا، بس يعني مش اكيد ان احنا هنقدر نبني بقى، لانه طبعا كمان الاماكن دي جوه المدن في مناطق مميزه، ممكن الاراضي المتاحه تبقى في اماكن اخرى يعني. فالافضل ان احنا غالبا يعني لو هي ما فيش حاجات جاهزه في نفس الاماكن، ان احنا هنفتح اعلان اخر بعد كده للناس اللي عايزه تقدم على حاجه وتكون استلام بعد فتره يعني. استاذه مايا عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله وعلى هذا الايضاح. انا عايز اقول بصراحه الله يرحم اللواء عبد السلام المحجوب. النهارده مصر ودعت في جنازه كبيره اللواء عبد السلام المحجوب، مسجد الرشدان بمدينه نصر. هذا الرجل الذي توفي عن عمر 87 سنه هو احد ابطال مصر. ممكن حضراتكم تسمعوا عنه كتير جدا كمحافظ للاسكندريه. ولكن اللي حضراتكم ما تعرفوهوش ان هذا الرجل كان احد رجال المخابرات المصريه، القيادات في المخابرات المصريه. ده اللي عمل دوره صلاح قبيل في مسلسل دموع في عيون وقحة، ناس كتير عارفة الكلام ده كله. هو ده الرئيس زكريا، هو ده اللي كان بيعمل الشغل مع جمعة الشوان او عادل امام، وكان هو الضابط المسؤول عن هذا الملف، واشتغل فترة طويلة. طبعا ده ملف واحد فقط لا غير من الملفات اللي هو مسكها عبد السلام المحجوب، نائب لمدير المخابرات المصرية في محاولة اغتيال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في أديس أبابا 1995، كان نائبا للمخابرات المصرية، وبعد كده بعد ما خرج من المخابرات تولى عدة مناصب، منها رئيس النائب رئيس الأمن القومي ومحافظ الإسماعيلية ومحافظ اسكندرية، وتدرج في عمله وفي خدمة مصر. الله يرحمه، كان الرجل بشوش للغاية، مبتسم دائما لما بيقابل أي حد، والنهارده ودعنا.
خليني اقول لحضراتكم عندنا حلقه ايه النهارده علشان الوقت بتاعنا وعشان وقت الحلقه. النهارده نعود مره اخرى الى الخروج بره الاستوديو. النهارده انا هاخد حضراتكم في جوله في معرض الكتاب المصري 53، جوله معرض الكتاب 53، معرض كتاب الدولي. احنا رحنا المعرض وزرناه. انا اسف ان احنا ما قدرناش نزور كل حاجه لان ده معرض من المعارض اللي ممكن انا اقضي فيها مثلا شهر، يعني ما عنديش مشكله لو هو مستمر شهر. نمره اتنين، انا فخور ببلدي جدا جدا، انا فخور بوزاره الثقافه واللي عملته، بالهيئه المصريه العامه للكتاب واللي عملته، فخور بالناشر المصري واللي مقدمينه والناشرين المصريين في الاجنحه، فخور ان بلدنا بتستقبل هذا العدد الهائل من الناشرين من الدول العربيه وتستوعبهم وكلهم جايين يشكروا. انا كان في ناس بتيجي تقول عايزه تطلع على الكاميرا عشان تشكر مصر ان هي بتعمل معرض زي ده. بصوا الجمال وبصوا الحلاوه في هذا المعرض وبصوا التنظيم وبصوا انا رايح بدري جدا عشان اصور بره الزحام. بصوا قد ايه وصلنا الى مرحله ان احنا نقدر ان احنا نعمل معرض بهذه الجوده بهذا الجمال، وانه خمس قاعات كامله. انا عايز اقول لكم كل قاعة فيهم محتاجة ساعتين تلاتة على الأقل، ده أنت لو مش هتشتري. الدخول سهل جدا، الناس واقفة طوابير من الصبحية على كل البوابات علشان تدخل، ومن بدري جدا. ومن أجمل المشاهد شنطة السفر اللي الكل شاددها وراه، الشنطة الكبيرة دي كده عشان يعبي كتب، تعرف على طول الناس لسه ما زالت بتحب الكتب وبتحب الورق. هسيب حضراتكم مع هذه الحلقة الخاصة من الحياة اليوم من قلب معرض الكتاب 53، بس قبلها عايز أقول لكم إن النهاردة أيضاً من ضمن الحاجات اللي حصلت هو زيارة وكالات الأنباء الأجنبية والصحفيين مراسلي الوكالات الأجنبية المختلفة لمركز إصلاح وتأهيل منطقة بدر الجديد اللي عاملاه الداخلية. هسيب حضراتكم مع هذا التقرير وبعدها مباشرة في زيارة لمعرض الكتاب الحياة اليوم. إتاحة الفرصة للمراسلين الأجانب لزيارة مركز الإصلاح والتأهيل بدر يهدف إلى نقل صورة واقعية عن إنجاز عصري في منظومة العقاب الحديثة يواكب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. يتمتع مركز الإصلاح والتأهيل بدر بمنظومة علاجية متكاملة متطورة تشمل لأول مرة مركزا لصحة المرأة للكشف المبكر عن الأورام، إضافة إلى تجهيزات تقنية طبية حديثة للتعامل مع الحالات المرضية المختلفة بين النزلاء. هننقل الكلام ده لجمهورنا في الوطن العربي، ونتمنى اصلا انه تجربه مصر دي تستنسخ في باقي الدول العربيه. بصراحه تجربه رائده، اكيد تشكر الحكومه المصريه على هذا الجمال وعلى هذا الابداع وعلى الاهتمام بالنزلاء. شفنا خلال جولتنا هذه المستشفى وما تتميز به من خدمات طبيه وما توفره من خدمات صحية، للاهتمام بكل حاجة تخص صحة المرأة. شفنا أجهزة متطورة جدا، كشف عن الأمراض المختلفة والأمراض المزمنة وعلاجها، فده حاجة مشرفة. لفت نظري أنه غرفة العمليات الكبرى اللي بنظام الكبسولة المغلقة اللي بتسمح بمرور الهواء عبر فلاتر لدخول هواء نقي. يبحث المراسلون هنا عن تفاصيل البرامج الإصلاحية والبيئة التي يوفرها المركز للنزلاء والرعاية المقدمة لهم. عدسات الكاميرا تلتقط تفاصيل المكان تمهيدا لإعداد تقارير إخبارية لوسائلهم الإعلامية ترصد واقع النزلاء وأحوالهم المعيشية والصحية وما يتمتعون به من رعاية داخل المنظومة الإصلاحية الجديدة. لا قدرت أشوف النهاردة، أعتقد أنه استاندر عالمي في أماكن التأهيل في مصر بالنسبة للدول الأخرى، يعني أو ما نشاهده في الدول المتقدمة. يشاهد المراسلون مفردات السياسة العقابية الحديثة تطبق على أرض الواقع، ما بين الارتقاء بثقافة النزلاء لتقويم سلوكياتهم
وإثقال المهارات الفنية والإبداعية لديهم حتى الوصول إلى شخص منتج سوي داخل ورش جهزت لهذا الغرض في إطار من الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ما رأينا اليوم مع النزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل هو محاولة تأهيلهم بالفعل ليخرجوا إلى سوق العمل في الخارج أو يخرجوا إلى المجتمع في الخارج بعد أن تم تأهيلهم، حتى أن الدولة حاولت توفر لهم وظائف أو حرف. اكتشفنا قد إيه في تطوير، في قد إيه تغيير بالنسبة للنزلاء، فكرة تعليم النزيل وتثقيفه وتأهيله مرة أخرى علشان يخرج للمجتمع بشكل أفضل. النهاردة شفناها في مركز تأهيل بدر. حوارات ونقاشات دارت مع النزلاء حول أوضاعهم المعيشية وأحوالهم داخل المركز، والتي كشفت عن نقلة نوعية حضارية في السياسة العقابية في مصر تتواكب مع انطلاقة الجمهورية الجديدة التي يصان فيها كرامة المواطن. رأيك إيه في مركز التأهيل والإصلاح الجديدة الموجودة اللي اتعملت النهارده؟ حاجة جديدة، احنا ما كناش متخيلين ان الدولة هتساعدنا بالطريقة دي، وان هم هيقفوا جنبنا كده، وان هيدونا امل في الايام اللي جاية، وان هي كانت خلاص مشكلة في حياتنا وعدت، وان احنا لازم نبقى الاحسن دايما. احنا فعلا بنتعلم موسيقى وبنتعلم كل حاجه، يعني كل اللي عنده هوايه في حاجه بيتعلمها. اللي بيرسم نمينا مواهب الرسم، اللي بيطرز الكروشيات، كل اللي انتم بتشوفوه ده حقيقي. lot of different than any other prison. This hospital like 5-star great hospital and all facility rehabilitation center and again the drug control system, everything world class. And the amazing thing, they have the research facility here to how to change the behavior of the drug addicted. So it's amazing. النزيل يتمتع هنا بحقوقه في الرعاية بكافة أنواعها، والتأهيل والإصلاح. فمراكز الإصلاح والتأهيل بديل حضاري وإنساني للسجون العمومية التقليدية، صورة حقيقية ينقلها هؤلاء عبر وسائلهم الإعلامية لدول العالم ليشاهدوا الإنجاز على الواقع. اهلا بكم مرة الكتاب 53. انا بالنسبة لي باجي معرض الكتاب المصري من بداية الثمانينات، ذكريات كتير جدا جدا ممكن تعدي في دماغي وانا بتكلم على معرض الكتاب، انما الاهم والاجمل منها كلها او اهم حاجة فيها ان ده هو المغناطيس، التجمع الثقافي، التجمع الجميل لكل محبي القراءة، لكل محبي الاطلاع. في علاقة شخصية جدا جدا بين كل واحد بيمسك كتاب وبين هذا المعرض. هتلاحظوا ان في رحلات بتيجي وفي ناس كتير بتيجي وفي ناس بتيجي مع بعضها، انما كل واحد بينطلق جوه بيشعر ان ليه علاقة خاصة بينه وبين كل العارضين وبين كل الاجنحة وبين كل الكتب اللي هو هيشتريها النهاردة او هيشتريها في اليوم الاولاني. انا شخصيا مش هنسى ابدا ان انا كنت بقعد احوش 4-5 شهور قبل بداية المعرض ده علشان من ايام الجامعة ابدأ اوصل هنا واشتري الكتب اللي انا عايزها، واستلف شوية من والدي الله يرحمه، واستلف من والدتي، ونعمل حاجات مختلفة علشان الم الكتب اللي هقعد معاها طول السنة. الدنيا دلوقتي اختلفت، الدنيا دلوقتي تقدر تجيب اي معلومة انت عايزها عن طريق الانترنت، انما لو تلاحظوا كمية الناس اللي موجودة واللي واقفة على الابواب، احنا لسه المعرض بيفتح ابوابه، احنا لسه بدري جدا، هتكتشفوا ان ما قدرتش كل التكنولوجيا دي تبعد العلاقة او تفصل العلاقة ما بين اللي بيحب القراية وبيحب يمسك الورق في ايده وما بين الكتاب بتاعه. يلا بينا في رحلة النهاردة هنبدأها، وانا حبيت ان انا اجيلكم فيها بنفسي وانزل معاكم بنفسي علشان نلف في معرض الكتاب
ونشوف الأجنحة المختلفة، نشوف إيه الجديد، نشوف الكتب ونشوف الناس اللي جاية. وأهم حاجة لاحظوا إحنا بنصور بقى الشنط، شنط السفر اللي إحنا كنا كلنا متعودين نجيبها معانا عشان لما نجمع الكتب بتاعتنا. ولكن من أجمل الحاجات اللي دخلت دلوقتي في معرض الكتاب إن تقدر تشتري كل كتبك وتسلمها هنا في أماكن مختلفة علشان يشحنوا لك الكتب لغاية البيت، فبيشجعك انك تفضل تشتري علشان خلاص ما انتش مضطر انك انت تشيل كل الكلام ده معاك. يلا بينا نبدأ رحلتنا النهاردة مع الحياة اليوم ومعرض الكتاب الدولي 53. انا متعود دايما لما باجي معرض الكتاب بروح لناشرين، بروح لأجنحة مختلفة، دول نازلة تعرض. انما المرة دي في معرض الكتاب لاحظت ان في ولأول مرة أجنحة عمري ما شفتها قبل كده، ما كناش متعودين نشوف ده قبل كده، ما كناش متعودين ان يقدموا لنا مطبوعات، ان يقدموا لنا معلومات، ان يتوح لنا هذه المعلومات. تخيلوا ان انا واقف في جناح هيئة الرقابة الإدارية، انتم متخيلين؟ انتم بتسمعوا الاسم طبعا، اول ما بنسمع الاسم اول حاجة بتيجي في ذهننا ايه؟ قضية، فساد، تحرك، تحقيقات. انما معرض كتاب وجناح ودراسات وتقديم، لا، يبقى هنا في فكر مختلف، هنا في تقديمة مختلفة، هنا في تقارب للمواطن بشكل مختلف تماما. بعد ما كانت الرقابة الإدارية صور عالي جدا وتحقيقات وملفات سرية، اسمحوا لي أرحب لواء دكتور محمد سلامة. أهلا بحضرتك، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مركز البحوث والدراسات. صحيح صحيح. أنا عندي سؤال بسيط قوي، أنتوا بتعملوا إيه في معرض الكتاب؟ أولا أنا سعيد بوجودكم، بس ما الذي تقدمونه في معرض الكتاب؟ في الأول أنا برحب بقامة إعلامية محترمة زي حضرتك. أشكرك. برحب وأثمن وجودكم معانا، وهو ده المطلوب، هو التواصل والتقارب ما بين هيئة الرقابة الإدارية وما بين الوسائل الإعلامية لنشر الفكر والوعي. ودي سبيلي للإجابة على سؤال حضرتك، إنه هيئة الرقابة الإدارية الفكرة النمطية بأنها بتتعامل مع جرائم الفساد وقضايا الفساد، إحنا عندنا فكر جديد وفي تعليمات واضحة ونهج واضح أرساه السيد الوزير حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية في مجال إن إحنا نعمل على نشر قيم النزاهة والشفافية بين المواطنين، يبقى إجراء الحوار المجتمعي ما بيننا وما بين المواطنين، إرساء ثقافة مجتمعية لمحاربة الفساد. زي ما حضرتك عارف هيئة الرقابة الإدارية لديها خبرات عريضة، وحضرتك غطيت هذه الأمور قبل كده في كتير. التصدي لقضايا الفساد طبعا. ولكن أنا لو قدرت أن أنا أوصل إلى فكرة أنه أزود ثقافة مكافحة الفساد لدى المواطن، أنا بعمل شيلد، بعمل حماية للمجتمع كله من أخطار الفساد، لأنه هو هيبقى شريك معايا في فكرة محاربة الفساد. جميل جدا. إذن احنا الوقت بعد كان اتجاه الرقابة الإدارية وبقالها سنوات طويلة صحيح. جدا، تعرف انا بيجيلي في ذهني ايه؟ الصور العالي جدا، مكاتب بتقدم شكوى ما بتعرفش ماذا يحدث، وفجأة تلاقيها بقت قضية تمام. وتحقيقات صحيح. ورقابة صحيح. ومراقبة لحاجات صحيح. معينة. انت النهاردة داخل تعيد تثقيف المجتمع صحيح. حول الفساد ومكافحة الفساد صحيح. صح؟ صحيح تمام. اذا يعني انت انتهكت نهج اخر كامل تمام. اعتمادا على ايه؟ هل ده بسبب ان الفساد زايد، ولا بسبب ان انت بتاخد خطوة اخرى في سبيل ان تكافح ده من جهة تانية؟ تمام. انا عايز اقول لحضرتك انه في اساس تشريعي وقانوني مهم قوي، وبينعكس بيبقى فيه مراية على المجتمع نفسه، انه القانون واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد اللي مصر مشتركة فيها، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، احنا عاملين نسختين من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، النسخة الخاصة ب 2014-2018 والنسخة الخاصة ب 2019-2022، هما النسختين فيهم اهداف استراتيجية لمكافحة الفساد. طيب انا لما دخلت هنا لقيت الشكل الفرعوني ده ورسالة بتتقال، اشرح لي ليه التكوين ده وانتوا بترجعوه لايه بقى؟ تمام.
حضرتك انا عايز اقول انه تصميم الجناح بالشكل الفرعوني اللي حضرتك شايفه ده، احنا بنرثي لحضاره عريقه جدا ممتده لالاف السنين لا تضارعها حضاره، وده حق تاريخي للدوله المصريه. بالنسبه للرمز اللي قدامنا بنظام الهيلوجرام، احنا بنقول ان احنا بنستخدم التقنيات الحديثه، ده امر. الامر الثاني انه الشخصيه اللي موجوده او الايقونه اللي موجوده قدامنا دي هي الرمز ماعد. الرمز ماعد هو رمز الحكمه والحكم الرشيد ومكافحه الفساد لدى المصريين القدماء، وبيعتقدوا فيها انها بتحمي الدوله وتحمي راس الدوله من مخاطر الفساد، ولها اقوال جميله جدا زي لا تسرق، ارسيت المبادئ زي ما حضرتك شفت. انا لم استغل المصلحه الخاصه على حساب المصلحه العامه، كلها قيم عظيمه جدا هي موجوده فينا ومرسخه كمصريين. كل الموضوع ان احنا نعمل احياء لهذه الروح، وبالتالي احنا جسدناها بشكل الرمز ماعت قدامنا عشان تبقى موجوده وهي بتتلي هذه الوصايا والقيم العظيمه للجمهور. طيب سياده اللواء، انا لو دخلت كمواطن الى الجناح بتاع حضرتك، تمام، انت ما بتبيعش كتب، صحيح، انت بتعرض عليا مجهودات ودراسات وندوات اتعملت، صحيح، وفعاليات عملتوها ودراسات معموله متخصصه في مكافحه الفساد او تطوير القوانين الخاصه بها، التشريعات المختلفه عجبتني جدا، صحيح، ولكن ايه اللي انا ممكن اخده من عند حضرتك في بدايه اعاده تثقيف المواطن تجاه الحاجة؟ صحيح حضرتك، احنا عارضين الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الفساد بالنسختين اللي قلت لحضرتك عليهم، وفي برضه نقله مهمه جدا ان احنا عملنا تقرير متابعه لتنفيذ الاستراتيجيه الاخيره او النسخه الاخيره، عملنا تقرير متابعة في عام 2020 وتم عرضه على أعلى المستويات والتصديق على نشره على المواطنين، وبالتالي عملنا ودي أول مرة. أول مرة دي أول مرة في تاريخ هيئة الرقابة الإدارية، صحيح، أساسا، صحيح، إن أنا كمواطن أشوف أنت عامل إيه، تاخد المطبوعة حضرتك الكتيب الخاص بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2020 بالنسب المئوية للأهداف المحققة، حضرتك بتاخدها. يعني انت لو كان مطلوب منك تحقق 100% وحققت 70% او 80%، بقول لحضرتك انا جايب 70%، انا جايب 86%، انا جايب البرسنتج اللي موجوده في تحقيق الاهداف من اهداف فرعيه بحولها الى الهدف الرئيسي وبحط حضرتك النسبه المئويه بتاعتي. وكذلك هي متاحه بقى، اللي انا بدعو حضرتك اليه هو الاتاحه اللي موجوده على موقع هيئه الرقابه الاداريه. وعلى فكره لا لا يعني العنوان يعني يعني انا ممكن محمد دلوقتي اخش واكتب حضرتك هتكتب ACA Administrative Control Authority ACA.gov.eg، حضرتك هتخش على موقع هيئه الرقابه الاداريه هتلاقينا قدامك بكل الفروع وكل النشاطات والفعاليات الخاصه بالهيئه. طب امال الاكاديميه الوطنيه بقى؟ تمام، الاكاديميه الوطنيه دورها دور مهم جدا، وهي الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد. الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد هي الذراع التدريبي والتثقيفي لهيئة الرقابة الإدارية، وتم إنشائها وإطلاق فعالياتها ونشاطاتها منذ عام 2018 وبرعاية رئاسية، وهي يعني تعتبر أيقونة في الإقليم بتاعنا في التخصصات اللي بتقوم بتقدمها نشاطات تدريبية متميزة. احنا بنعمل دورات تدريبية للموظفين المنتقلين الى العاصمة الادارية الجديدة، وده امر هام جدا، بنعمل تدريب لاعضاء والعاملين بهيئة الرقابة الادارية ورفع القدرات التدريبية بتاعتهم، بنعمل دورات خاصة مش بس كمان للعاملين بالجهاز الاداري بالدوله، لا كمان القطاع الخاص والعمل الاهلي والقادرون باختلاف، كل دول بييجوا ياخدوا عندنا دورات تدريبيه. هل بتعملوا دراسات لمواطن عادي عايز ياخد دراسات في حاجه معينه؟ احنا عندنا مركز لبحوث ودراسات منع ومكافحه الفساد في الاكاديميه الوطنيه لمكافحه الفساد، ايمانا بنا بانه البحث العلمي هو امر هام جدا في تطوير عمليه مكافحه الفساد، واصدر العديد من الدراسات رغم ان هو برضه عمره مش طويل قوي يعني في حدود السنتين، الا انه عمل دراسات وعمل ندوات برعايه هيئه الرقابه الاداريه في يوم عيد هيئه الرقابه الاداريه وكذلك في اليوم العالمي لمكافحه الفساد وتم التغطيه بتاعتها، وبرضه الاعضاء
بيعملوا بحوث ودراسات في أثناء عقد الدورات التدريبية الخاصة بيهم، وكلها بتتمحور حوالين طبيعة عمله والمشكلات اللي بيصادفها في الجهات الإدارية وكيف يطور الخدمات في جهات الاختصاص، يعني كلها متصلة بعمل عضو هيئة الرقابة الإدارية. في فكرة الإتاحة حضرتك بتتعلق بالملكية الفكرية وما نحو ذلك، عايزة يعني بتدوا فتحت الباب لإعادة التثقيف للمجتمع وأيضا لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية. صحيح. الندوات اللي حضراتكم عاملينها في قلب معرض الكتاب. تمام. انتوا عاملين ندوتين. استراتيجية الدولة المصرية لمنع الفساد والوقاية منه نحو الجمهورية الجديدة، ثم عند حضرتك الحوكمة الرقمية ورؤية المستقبل. صحيح. صحيح. ده كل الناس تحضرها. كل الناس يا فندم. الموضوع احنا بندعو الناس كلها ان هي تيجي تحضر الندوتين في الايام المقررة. وتناقش. وتناقش وهتقعد مع المحاضرين من هيئة الرقابة الإدارية من قيادات الهيئة ومن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وحندي وقت متاح للأسئلة، لا مشكلة إطلاقا في التواصل معهم والتثقيف المتبادل. إحنا نفسنا يا فندم بنستفيد من التعليقات والأسئلة. سيادة اللواء الدكتور محمد سلامة، أنا بشكرك شكرا جزيلا. إحنا اللي بنشكر سيادتك. بشكركم على المجهود، وبشكركم إن أنا يعني لأول مرة أشوف جناح لمؤسسة مصرية تخرج برا الأسوار وتتواصل معنا برا الأخبار، يعني إحنا دايما بنرعى نغفر الأخبار. أشكرك. أشكرك. في كل وقت في معرض الكتاب بيكون هناك ضيف شرف. ضيف الشرف في معرض الكتاب 53 هو اليونان. اليونان حضارة المتوسطية، الحضارة الكبيرة، وأيضا الثقافة التي تعتبر من أقدم الثقافات اللي موجودة في العالم. ما تنسوش إن إحنا أمام حوض البحر الأبيض المتوسط. بس أنا سعيد قوي بالجناح اليوناني اللي بيقدم كتب، سواء بقى محدش يفتكر باليوناني، في باليوناني وفي بالانجليزي وفي بالعربي في كل التراجم المختلفة. خلوني أرحب بضيوفي في هذه الفقرة، وحبدأ بالدكتور خالد رؤوف. دكتور خالد رؤوف، مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ. أهلا بيك. حضرتك متخصص في الأدب اليوناني. أنا وترجمة الأدب اليوناني. نعم. أولا ايه اللي انا شفت؟ انا دخلت عندكم هنا في الجناح وفي خلفي اجتماع يدور الان، ما هذا الاجتماع؟ هذا الاجتماع يا دكتور مصطفى هو اجتماع مع الناشرين المصريين، لانه معانا هنا السيدة نوبي خادي ريو، وهي مسؤولة المعارض الخارجية في مؤسسة الثقافة اليونانية في اليونان. السنة دي تحديدا عندنا برنامج لدعم الترجمة عن اليونانية الى العربية، برنامج يدعم دور النشر ويدعم المترجمين لترجمة الأدب اليوناني والفكر اليوناني بشكل عام، وده اجتماع مع الناشرين المصريين علشان نرسم أجندة ونرسم خطة تعاون بين مؤسسة الثقافة اليونانية وبين الناشرين اليونانيين، لأن في الوفد اليوناني في ناشرين يونانيين جايين معنا برضو، وده حصل تقديم للبرنامج امبارح ومع الأستاذ سعيد عبدو اللي هو رئيس اتحاد الناشرين العرب طبعا. اللي شرفنا امبارح بالندوة وقال كلام مهم جدا، صديق كبير ويعني صديق عزيز جدا. أكيد أكيد طبعا. فاحنا دلوقتي بنبتدي نرسم يعني بداية خطوات التعاون للمستقبل يعني، وإن شاء الله يعني، وحتى ده الكلام اللي قالته الأستاذة نوبي، إنه نفسنا اتفتحت جدا من كلام امبارح ومن لقاء الناس الجميلة. طيب أنا خليني أبدأ أن أنا أتكلم معها. أهلا بك في مصر ونشكرك على وجودك هنا. شكرا على توجيه الدعوة لنا، وشكرا لوزارة الثقافة المصرية وهيئة الكتاب وكل المصريين العاملين في قطاع الكتب. بالإنابة عن مؤسسة الثقافة اليونانية أقول أننا تشرفنا بكوننا ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهذه فرصة عظيمة لنا. ونحن هنا من مؤسسة الثقافة اليونانية، سواء كتاب أو ناشرين ووكلاء أدبيين، وأتينا لمقابلة المصريين لمناقشتهم وفتح حوار معهم ولنتعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل، ولأننا نعرف ونشعر أن بيننا رابطة قوية، وهذه هي المرة الأولى التي يكون بيننا هذا اللقاء الرسمي للبدء في العمل معا في قطاع الكتاب لكي ننتج كتبا يونانية لمصر
ولكي تنتج مصر كتبا لليونان. هل توقعت أن يكون معرض الكتاب في القاهرة على هذا المستوى الكبير؟ هل توقعت هذا الترحيب وهذا الكم من الاهتمام بالكتب اليونانية؟ يجب علي أن أعترف أننا كنا نعرف ونسمع كثيرا عن هذه الرابطة القوية الحقيقية فيما بيننا، وتوجد جاليات يونانية هنا ونعرف هذا السياق، ودائما يقولون لنا تعالوا إلى مصر وستشعرون بالترحاب الشديد، وهذا شيء سهل لأنه يوجد شيء ما يربط بيننا، ونحن نعرف بعضنا البعض على مدار القرون، ولكن عندما أتينا إلى هنا ورأينا ما قالوه لنا أقول أن ذلك شيء مدهش وقوي في الحقيقة ويدعو للأمل، وقد حان الوقت لنبدأ الآن، وأمامنا الكثير من الأشياء التي سنقوم بها، ونحن نشعر بالامتنان الشديد، وشكرا جزيلا لكل المصريين، شكرا على حضورك إلى هنا وشكرا على هذه المقابلة. نرحب بك ونتمنى أن نرى نتائج التعاون الذي ستحققينه مع الناشرين المصريين. أنا مش هقطع عليكم اجتماعكم، أنا عارف أن أنتوا قاعدين مع كل الناشرين، رغم أن أنا هخطف منهم ناس طبعا عشان أتكلم معهم طبعاً بقى بهذه المناسبة. شكرا لكم، شكرا جدا، وخلينا أقولها نرحب بك ونتمنى أن نرى نتاج التعاون الذي ستحققينه مع الناشرين المصريين، كما نحب أن نرى الكتب المصرية مترجمة إلى اللغة اليونانية في مكتباتكم في المستقبل القريب. شكرا. المتواجدة وأجنحة الدول، أنا في جناح سلطنة عمان، وما أدراكم ما سلطنة عمان لما الأمر يتعلق بالثقافة. أنا عايز أقول لكم أن سلطنة عمان إحدى أهم الدول العربية على الإطلاق في الهويات الثقافية. اسمحوا لي أرحب بضيفي الأستاذ المنتصر المعمري ممثل وزارة الإعلام في مصر. أهلا بيك يا فندم، حضرتك ممثل وزارة الإعلام العمانية في هذا المعرض. أهلا وسهلا بكم، ونحن سعيدين بتواجدنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53، وطبعا السلطنة حريصة دائما المشاركة في معرض القاهرة الدولي لما له الأهمية الكبرى. أنتم دائما كل عام؟ احنا حريصين دائما يعني كل عام نشارك، لأنه يعتبر معرض القاهرة معنا يعني من ضمن المعارض الكبرى، والذي يعني هذه التظاهرات تعتبر يعني هي تجمع المثقفين والأدباء والمفكرين. طبعا السلطنة تشارك من جهتين حكوميتين اللي هي وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وبالإضافة إلى وزارة الإعلام. في هناك متنوع يعني الإصدارات متنوعة. هل تقدمون هذه الإصدارات ولا بتعرضوها فقط؟ هي طبعا للعرض. للعرض. ايوه، الشخص يعني الزائر اللي يزور الجناح يعني يتعرف على الاصدارات المختلفه. ايوه طبعا صحيح. ايه الاختلاف ما بين اصدارات وزاره الاعلام ووزاره الثقافه؟ الاختلاف انه وزاره الثقافه مهتمه يعني المطبوعات مهتمه بالثقافه والفكر والادب والفقه، اما فيما يتعلق وزاره الاعلام مطبوعات التي تصدرها في مجال التاريخ، في مجال الطبيعه، في مجال الفن، اللي هو انت بتقدم الوجه الاخر عبر الورق لسلطنة عمان عن طريق وزارة الاعلام. عن طريق وزارة الاعلام. وزارة الثقافة مهتمة ان تقدم الثقافات والاراء والكتب للجميع، حتى لو كانت مترجمة، وايضا بتقدمها على العموم. صحيح بالفعل. طبعا هناك يعني مطبوع يعني المطبوعات اللي تصدرها وزارة الثقافة والرياضة والشباب مطبوعات متنوعة. يعني أذكر بعض من الإصدارات مثلا اللي هي تعتبر الإصدارات يعني الأهمية يعني أو نقول بشكل أقوى، يعني الموسوعة العمانية، موسوعة عمان عبر الزمان، وموسوعة سلوى. هذا يعني الزائر عندما يأتي يبحث عن هذه الإصدارات لما لها يعني التعريف بمنجزات السلطنة بشكل عام، والتعريف بالثقافة ما تحتويه من
عدة مجالات يعني نقول ده، وبتطرح في كل المعارض العربية. ايه المعارض العربية الاخرى التي تشاركون بها؟ طبعا في معارض اخرى، مثلا نتكلم عن بشكل خاص دول الخليج، مثلا معرض الرياض، معرض ابوظبي، معرض الشارقة، معرض الجزائر، معرض المغرب، الرباط. قل لي، عندما تصدرون الكتب انتم بتطبعوا منها مجموعات كبيرة ولا بتعملوه يعني بتنزلوا بيها تقدموها؟ يعني لو انا عايز اشتري مثلا الكتب بتاعة الموسوعة سلطنة عمان، كيف تتاح للقارئ العربي؟ طبعا هي الموسوعة في عندنا جناح ثاني، هذا طبعا الجناح للعرض، لكن في عندنا جناح ثاني في المعرض، في المعرض نفسه. ممكن يعني الزائر عندما يأتي ممكن يشتري أن يحصل على الكتب التي يرغب فيها. يعني في عندنا جناح في الصالة رقم 2. كويس، يعني إذا متاحة للجميع وليس فقط كلا، لأن أنا دايما الناس بتنظر إلى الكتب والشغوف بالقراءة يحب ياخد الكتاب يقراه. صحيح، يعني طبعاً. كتب الطيور في الجزيرة العربية اللي انتوا عاملينها، والطيور في صحراء الجبال، يعني نعم. دي كلها حاجات الناس اللي بتحب ده بيحب يحصل عليها. اذا هناك قاعة لبيع هذه الكتب من اصدارات وزارة الاعلام العمانية. صحيح بالفعل، فينا هي هو مثل ما ذكرت سابقا انه هذا نقول القاعة مخصصة للبيع، اي شخص اي زائر بمعنى بشكل عام يعني حاب انه يطلع على اي كتاب من الاصدارات سواء كان وزارة الاعلام او وزارة الثقافة ممكن يحصل عليه بسهولة. وايضا نفس الحالة سهلنا احنا كوزارة الاعلام مثلا، سهلنا لهم في رابط الكتروني ممكن يعني نفيدهم، مثلا ممكن يحصل يدخل على الرابط الالكتروني ويحصل على الكتاب بطريقة يعني سهلة. استاذ منتصر بشكرك شكرا جزيلا على لقائك ده، وبشكركم على حرصكم الدائم على التواجد واستمرار العلاقات الثقافية المصرية العمانية بهذا الشكل. نحن نشكركم أيضا جزيل الشكر، ونشكر إدارة المعرض على تنظيم هذا الرائع، ونشكرهم على حسن الضيافة يعني، ونحن طبعا دائما حريصين مشاركة في معرض القاهرة الدول الكتاب. نشكركم جزيلا. أشكرك. أهلا وسهلا. الله يسلمك. دولة الإمارات العربية المتحدة، عايز أقول لكم أن مجرد أن تذكر هذا الاسم في مصر على طول بيتداعى إلى الأذهان ذكريات كتير جدا وعلاقات كتير جدا. إحنا في مصر بنحب الإمارات قولا واحدا، إحنا في مصر نعرف قيمة زايد بن سلطان آل نهيان، وما أدراككم ما مدى حب زايد لمصر. أنا واقف النهاردة في جناح دولة الإمارات أو في جناح المكتبة الوطنية لدولة الإمارات اللي بتقدم فيه كتب كتير قوي. اسمحوا لي أرحب بضيفي، هو اللي هيتكلم عن التاريخ وهو اللي هيتكلم عن هذا الجناح. اسمحوا لي أرحب بالأستاذ فرحان المرزوقي، مدير إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي في الأرشيف الوطني والمكتبة الوطنية. أهلا بيك معايا في الحياة اليوم. رحب بك، مشكور على هذه المقدمة. أعتقد اليوم أنت بتتكلم عن التاريخ وأنا بسألك. أنا تربيت في الإمارات. الله. نعم نعم. الحمد لله. فالمقدمة يعني عملت لي نوع من الرعشة. طبعاً العلاقة هاي ممتدة وعلاقة مو غريبة، وطبعاً لمصر في نفوسنا يعني احترام وتقدير وقيمة وحب كبير، وهذا الحب ممتد من طبعاً حياة شيخ زايد إلى الوضع الحالي أو وقت الحالي. فوجودنا في هالمكان امتداد لهذه العلاقة، واليوم رحب بكم نحن ومستعدين أن نعيد هذه الذكريات من خلال الوثائق اللي تشوفونها في أن نستعيد ذكريات العلاقات المصرية. نعم. الإماراتية هي ما نسكن نحن نعززها مستمرة. مستمرة. بس أنتوا عاملين أرشيف المرة دي في المعرض. نعم. عن عمق هذه العلاقة. صحيح. صور أنا ما حدش شافها قبل كده. صحيح. زيارات الشيخ زايد لمصر، زيارات الزعماء والرؤساء المصريين إلى أيضا دولة الإمارات، الاستقبالات عبر السنين منذ البدايات وحتى هذه. نعم. الأيام، فمقدمين كل ده. نعم. وبتعرضوه لكل المصريين بيجوا يتفرجوا. نعم. على الصور دي. نعم. من أهداف زيارتنا نحن أن نتكلم نحن عن الموروث الثقافي، الذاكرة التاريخية، وكذلك تعزيز العلاقات
المتوفرة. أغلب الجمهور شباب يمكن ما عاشوا تلك الفترة، فرصة أنهم يتعرفون على أهداف الأرشيف، فرصة كذلك أن يتعرفون على مقتنيات الأرشيف، كيف نستقطبهم نكسبهم من خلال الصور اللي تشوفها اللي نحن نتكلم عن الشيخ زايد مع الرسائل المصريين، وكذلك مع يعني نقول دور الشيخ زايد في التواجد في الحياة الاقتصادية. ده تتكلم 14 أبريل 1971 نعم زيارته لشركة المعادن للصناعات الحربية والمعدنية هنا في مصر. نعم وكذلك في المتحف المصري كذلك زيارات، ما نتكلم فقط عن زيارات سياسية، فيه وفيها زيارات هناك مستمرة مع المثقفين المصريين. نعم لا لا ده جميل، هذا جزء من ده جزء. كيف أرخت لها؟ جبتوا الصور منين؟ عرفتوا تلموها ازاي؟ قل لي. الأرشيف الوطني تأسس في 68 تم الأمر المغفور له الشيخ زايد للتوثيق والحفاظ على إرث التاريخ للدولة. طبعا الأرشيف مر بعدة مراحل إلى مرحلة الحالية أن نتحول الاسم إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية بناء على القانون الاتحادي رقم 13 لعام 21. قل لي بقى أنتم مقدمين الشاشات دي فيها إيه؟ جميل، نحن دورنا كأرشيف وطني ومكتبة نحفظ الأرشيف الورقي وكذلك نحول هذا الأرشيف الورقي للأرشيف الإلكتروني، سهولة البحث سهولة الاطلاع لأفراد الجمهور. نحن عندنا تطبيقات يوميات الشيخ زايد، أي حدث توثق إعلاميا وثقناه في هذا التطبيق يوم بيوم، استقبال خطاب مؤتمر. يعني أنا ممكن لو دورنا هنا على استقبالات الشيخ زايد في السبعينات في العيد هنلاقي الصور، أي معلومة منشورة في الصحف تحصلها في اليوميات، يوميات زايد، يوميات الشيخ خليفة، يوميات الشيخ محمد بن زايد، محمد بن راشد، كل اليوميات موجود مسجلة وموثقة. نعم يومي يا شيخ زايد إلى 2004 الله يغفر له الله يرحمه، كل المواد مسجل، فالباحث يحتاج أنه يبحث تاريخ تاريخ اليوم كذا يحصل، فمادة توثيقية لطيفة سهلة البحث من خلال تطبيق إلكتروني. هل أرشفتم الصحافة؟ لأن من بدايات الصحافة العربية من بداية السبعينات كانت دولة الإمارات، نعم أبو ظبي والصحف طبعا، ثم بعد كده انطلقت دبي والخليج وكذا كذا صحيفة أخرى. صحيح. هل أرشفتم لها؟ هل موجود كل الأرشيف الكامل؟ نعم نعم، عندنا الصحف المحلية نعم من أول عدد لحبوة تطرح حالية، طبعا الصحافة هاي تتحول إلى إلكترونية لأن احنا نتكلم الحين عن سهولة الإتاحة، كذلك نأرشف ما يكتب عن دولة الإمارات في الصحف العربية والعالمية، هذا دورنا طبعا كذلك، فالصحف هاي موجودة في الأرشيف كمجلدات وكنسخ إلكترونية. طبعا. نعم نحن نتكلم عن أرشيف متاح للجمهور على مدى سنين قادمة، بالإضافة إلى أرشيف التاريخي، بالإضافة إلى أرشيف سجلات الحكومية. أنا كمواطن عادي جدا وبني آدم محتاج أن أنا أدخل مثلا أشوف ده، هل متاح لي أن أنا من مصر أدخل على هذا الأرشيف في الإمارات وأدخل عليه وأعمل سيرش وأعمل؟ نعم الأرشيف أتاح عدة وسائل للإطلاع والطلب، ممكن تراسلنا تطلب المواد عن العلاقات الإماراتية في يعني حسب المعايير 3 أيام من الأسبوع المادة بتوفر لك بشكل مجاني. حاليا بصدد نحن تطوير الموقع الإلكتروني ممكن تطلب وتطلع في جاليري للصور. كذلك نحن أطلقنا مشروع اسمه مشروع الخليج، الأرشيف الخليج العربي، أرشيف رقمي للدول الخليج. في المرحلة الأولى 500,000 وثيقة، المرحلة الثانية نحن فيها كمان 500,000 وثيقة ونحن مستمرين بالتعاون عن الأرشيف البريطاني الأرشيف الثري، نشرنا هذه الوثائق المهمة في هذا الموقع. ممكن تدخل الموقع موقع أقدر تطلب، مو بتطلب أنت تقدر تطلع عن طريق البحث وتشوف شو الوثيقة اللي تلفت انتباهك أو أنت تبحث عنها، جدا سهل بشكل مجاني وفي متناول أي شخص في أي مكان في العالم. agda.ae. أنتوا بتشتركوا دائما في معرض القاهرة للكتاب؟ شاركنا نعم في السنوات الأخيرة في أرض المعارض القديمة طبعا، نعم شاركنا هناك، هذه السنة نشارك في هذا المكان الجميل المنظم. إيه رأيك بقى؟ إيه الاختلاف؟ الاختلاف المكان نفسه عالمي، الدعم اللوجستي جدا مهم، سهولة الحركة بالجمهور كله فتح سقف واحد، تنوع الأقسام القاعات، نحن قدرنا نبني منصة نستقبل فيها الناس بشكل
وكونكتد ديجيتال وكونكتد كل حاجه، دعم لوجستي، خدمات لوجستي متوفره كل. وهذا يعني المعارض تبنى بهذه الطريقه، والمعرض يساهم في الناحيه الاقتصاديه، يعني صراحه اقتصاديه. لكن نحن يعني ما فوجئنا، لكن ارتحنا لتواجدنا في ارض المعارض في هذا المكان، لان العرض شو يحتاج؟ يحتاج الفاسيلتيز، خدمات، يحتاج جمهور، ويحتاج ماده يدعم فيها اهداف المعرض واهدافه. طيب بخلاف الديجيتال، نعم، انتوا ايضا عاملين كتب وطابعين كتب كتير، ومقدمين الكتب دي المقروءه لمن يحب القراءه. نعم. ومن ضمنها الكتاب الخاص بزياره ام كلثوم، نعم، التاريخيه لدوله الامارات. نعم. وده كانت زياره في توقيت قبل اعلان قيام دوله الامارات بخمس ست ايام، يعني انت ام كلثوم عملت الحفله في يعني اشمعنى او لما يعني ليه الحفله دي بالذات وثقت لها في كتاب فاخر للغايه. جميل. الارشيف يحفظ الماده التاريخيه، طبعا الماده التاريخيه لها عناوين مختلفه، تاريخ السياسي، تاريخ الاجتماعي، تاريخ البيئي، تاريخ كذا الاخير. التاريخ الفني تاريخ مهم، اولا لان الشيخ زايد الله يغفر له هو الداعي لهذا الحفل. امر اخر، في تلك الفتره تعرف العلاقات الاماراتيه المصريه الى اخره، شيء اخر، ام كلثوم لها وزن فني رهيب، ثقافي عالمي طبعا. فحب الشيخ زايد لمصر وحب الشيخ زايد للست ام كلثوم، اعتقد هذا كان الدافع الاساسي ان هي تتواجد في غمره الانشغالات. تعال وانت بتكلمني كده وفرجني على الصور اللي انتم حاطينها بره لهذه الزياره. تفضل. فكان ده دافع لايه؟ نعم، لاقامه الحفل. طبعا نحن ارخنا الحدث هذا في كتاب ام كلثوم في ابو ظبي للاديب محمد المر، كتاب يتكلم عن تحركه من مصر من مطار القاهره الى يوم مغادرته ابو ظبي خطوه بخطوه. نعم. لو تشوفون مثلا دي الصور، دي الصور، وهي صور فيلم عملوا نحن برومو للكتاب ولاغانيها في الحدث اللي كان في ابو ظبي. اللي انا يعني دي صوره يحضر الشيخ زايد بن سلطان واسمه الشيخ خليفه والشيخ محمد بن خليفه وايضا يعني كل القيادات، وده كان قبل اربع ايام من اعلان الاتحاد 20 نوفمبر. هناك صوره مشهوره جدا، ممكن كتاب نتصفح الكتاب. احنا هنتصفح، هندخل نتصفحه جوه الكتاب، هندخله دلوقتي جوه ان شاء الله. هناك صوره شهيره جدا لام كلثوم وهي بتفتح الستاره، نعم، بتطل منها على الجمهور في الامارات علشان تشوفه. اشكرك. هندخل الان الى الداخل ونشوف الكتاب مع بعض. نعم. ايه تاني عاملينه من الكتب؟ تفضل تعال. تفضل. انا هخلي الكتاب ده هنا كده يا استاذة، تفضلي. اشكرك. انتقل الى كتاب زايد رجل بنى امه. الكتاب هذا يتكلم عن مشاريع الانسانية والخيرية للمغفور للشيخ زايد في مختلف دول العالم. الكثير من الاشخاص حاليا اذا طلعوا على الكتاب هذا بيدركون الناحية الإنسانية للمغفور للشيخ زايد. حتى أنا أحيانا تفاجأت يوم طلعت على الكتاب هذا، بعض الأعمال الإنسانية لعمل الشيخ زايد ما كان يعلن عنها في ما كان يعلن. أنا عايز أسألك سؤال. أنا عارف ده إزاي. هل تعلم أن الكثير من المدن المصرية وعواصم المحافظات المصرية فيها أحياء سكنية اسمها حي الشيخ زايد؟ سمعت منك وسمعت من يومين، تفاجأت حتى انا اتفاجئ. يعني سيبك. نعم. انا اسكن صحيح في الشيخ زايد في اكتوبر، ودي معروف صحيح، ولكن هل تعلم ان احنا عندنا في بورسعيد حي، بعد ان عدنا من الحرب، وفي الاسماعيليه وفي السويس، في اماكن سكنيه كامله كانت بنيت سواء من الكويت او من الشيخ زايد؟ هل تعلم يعني ده موجود في مدن صحيح مصريه وحديها؟ نعم. عايده الى التاريخ، مشاريع هو زايد الذي قرر ان يعني يؤسس. نعم. هذا دور الشيخ زايد وحبه للوطن العربي وبالذات لمصر. هذا دور يعني طبعاً. نحن يعني نفتخر بهالشيء، ونحن مستمرين في الجانب هذا، حبنا لجمهورية مصر والأشقاء المصريين. نحن مستمرين الجانب هذا وسعيدين بتواجدنا، ونعرض هذه الإصدارات للجمهور في معرض القاهرة الدولي للكتاب.
انا بشكرك استاذ فرحان جدا انا اشكرك على اللقاء. انا اشكرك واحنا بنرحب بيكم زي ما بتقولوا في الامارات. نحن في بلادنا, نحن في بلادنا يعني انتوا طبعا انتوا في بلدكم, ونشكركم جدا على هذا الاستعراض, خاصه على الكتب اللي انتوا عاملينها عن الثقافه والحضاره والعلاقه طبعا حضراتكم مستغربين جدا اللي انا بعمله ده, انما انا شغال بتقنيه الفار, والحقيقه انا اول مره اتعامل معاها بهذا الشكل. ولو تلاحظوا ايضا من الاجنحه المتميزه جدا في المعرض انك فجاه تلاقي وكاله الفضاء المصريه نازله في قلب معرض الكتاب وبتقدم التقنيات دي. مهندس محمد السلاوي, اهلا بيك. اهلا بيك مهندس. انت متخصص في ايه؟ مهندس في مبنى التجميع والاختبار في المكتب الفني. مبنى التجميع والاختبار, تجميع ايه؟ تجميع واختبار الأقمار الصناعية. انت مهندس فضاء؟ انا مهندس ميكاترونكس, خريج قسم ميكاترونكس وشغال في مبنى تجميع واختبار الأقمار الصناعية. وايه اللي انا كنت دلوقتي, انتوا عندكم نوعين هنا كده من الفار؟ بالظبط, احنا عندنا إيه, احنا هنا بنعرض شغل وكالة الفضاء المصرية. تمام. احنا عندنا نوعين من الفي ار, في فار, في في ار احنا عاملينه للاي اي تي للمبنى تجميع واختبار الاقمار الصناعيه, واحنا بنحاكي فيه تجميع واختبار القمر الصناعي حقيقي, وده في فيديو بيتعرض هنا على الحاجه اللي احنا بنعملها لايف. تمام. احنا طبعا بنقلل بيه الوقت للمهندسين اللي هيشتغلوا بحيث ان هو يكون جرب الحاجه دي اكتر من مره قبل ما يدخل, وبنفس الوقت بنقلل الكوست ان ما يبقاش في مشاكل تكلفة تحصل, يعني مشكله لا قدر الله تحصل او اي حاجه يحصل منها تكلفه عاليه علينا. تمام. اما الفي ار الثاني فاحنا هنا بنعمل ميشن سيميوليشن لمحاكاة الفضاء, الفضاء الخارجي, كوكب الارض ومحطه الفضاء الدوليه. المشروع معانا هيطلع عليه قريب ان شاء الله. طيب, ده انت بتعيشني في الفضاء. بالظبط, مش كده؟ ده شيء جميل جدا جدا. ميرسي يا باشمهندس, اشكرك على هذه التجربه. مهندسه اميره حمدي, رئيس قسم دراسات واختبارات البيئه الفضائيه. اهلا بحضرتك. يعني ايه؟ احنا دلوقتي عندنا في الفضاء زي ما في عندنا طقس مناخي على الارض, في برضو طقس فضائي موجود في الفضاء, فاحنا لازم ندرس كل الظروف بتاعه البيئه الفضائيه اللي هيطلع فيها المركبه الفضائيه او القمر الصناعي او رواد الفضاء. دلوقتي احنا عارفين ان في اشعاعات وكميه بارتكلز بتخرج من الشمس او بتيجي من مجرات اخرى, فاحنا لازم نبقى عارفين ايه الاشعاع اللي القمر بتاعنا هيتعرض له او الرائد الفضاء لما يعني يطلع هيتعرض له. انت بتدربي رواد الفضاء, مش كده؟ او بنعمل اختبار للمكونات بتاعه القمر الصناعي عشان تقدر تستحمل البيئه الفضائيه. كويس. اللي هتطلع فيه. يعني كل شغلكم تقني جدا. امال انتوا جايين المعرض تعملوا ايه بقى؟ بتقدموا ايه للناس؟ احنا جايين جزئين. اول حاجه بنقدم الجزء اللي احنا فيه شويه اكتيفيتي بنقدمها لطلاب المدارس والجامعات, هعرضها لحضرتك دلوقتي. وجايين نعرض الشغل بقى بتاعنا احنا اللي احنا بنطلعه الفضاء. يعني بتعيدي تثقيف الناس ان احنا في عندنا بقى هيئه فضاء وعندنا وعندنا الشغل ده. بنعرف الناس ان في وكاله فضاء موجوده في مصر, وبنعمل نشر لتكنولوجيا علوم الفضاء اللي احنا بنشتغل فيها, عايزين ننشرها للناس ونعرفها للناس. والناس بتيجي تقبل عندكم هنا؟ اه محمد. بيقول لك الناس؟ طبعا. في الاطفال طبعا. الشباب الصغير طبعا من اكتر الناس اللي متواجدين. وطلاب الجامعات برضو بيجوا عندنا. كان لسه عندنا جامعه المنوفيه. الجامعه كلها؟
رحلة من الجامعة. أيوة رحلة من الجامعة بتاعت المنوفية كانت لسه عندنا. بيسألوك يا محمد انتوا دخلتوا درستوا ايه او عملتوا ايه عشان عايزين نبقى مهندسين زيكم؟ دي اول حاجة بيسألوها، انا ادخل ايه عشان اشتغل في وكالة الفضاء المصرية، ادخل هندسة ايه؟ تمام. ومن الاسئلة اللي بيسألوها طبعا ايه المشاريع اللي ينفع نشارك فيها او ازاي نشارك او الكلام ده كله. انتوا بتسمحوا بزيارات لجامعات ومدارس عندكم في احنا اوريدي بنعمل ورش عمل لطلبة المدارس والجامعات عندنا علشان نعلمهم يعني ايه فضاء ويعني ايه علوم فضاء ويعني ايه اقمار صناعية. وممكن اوري حضرتك بقى البروجكت اللي بنعملها مع طلاب المدارس والجامعات. بتعملوا معاهم بنعمل اقمار صناعية لطلبة المدارس والجامعات. ده شيء جميل جدا، بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم في المعرض. بما ان احنا في معرض الكتاب اسمحوا لي ارحب بضيفي في هذه الفقره الاستاذ سعيد عبده رئيس مجلس اداره دار المعارف ومجله اكتوبر وايضا رئيس اتحاد الناشرين المصريين. اهلا بيك معايا. اهلا بيك يا استاذ محمد. ولك ايضا صفه في اتحاد الناشرين العرب. الامين العام المساعد. الامين العام المساعد كده. اهلا بيك، قول لي رايك كيف الدوره 53؟ والله السنه دي نمره واحد انها رجعت معادها الطبيعي. المعاد الطبيعي بقى في معارض دولية. الحاجة الثانية مستوى الإقبال من الناشرين العرب والمصريين والأجانب فاق كل التوقعات، يعني عدينا 1200 ناشر تقريبا، ده غير التوكيلات، ده مشارك مباشر غير التوكيلات. التنظيم الحمد لله جيد، رأينا في حاجات كثيرة، كان في مشاكل في اللوجستيات النقل والكلام ده كله تخطيناها وبقينا نجيب الكتب من المخازن الناشر لغاية الجناح بتاعه. السنة دي أضفنا صالة خمسة دي اتخصصت للأطفال وسائل التعليمية والكتاب التعليمي، يعني بتخفف قوي على القارئ أنه إزاي يقابل أو إزاي يروح على الحاجة اللي هو محتاجها يشتريها. الكتاب المتخصص أو الكتاب الجامعي بقى له قاعة موجودة لوحده. أما أنا لاحظت قاعة الجامعات وقاعة والكتاب الأجنبي برضو لوحده. العرب موجود في 3 و4. يعني إعادة تنظيم وهيكلة للعرض بحيث يكون أسهل على اللي عايز حاجة معينة مش كله جنب بعضه. لا هو ده الضروري إن احنا بنيسر، لأن كل سنة بنشوف الانطباع إيه. الناشرين الأجانب صحيح جايين يشتروا فعلا حقوق نشر كتب مصرية كتير؟ أنا شفتك في اجتماعات. احنا اليونان ضيف الشرف، والتاريخ بيننا وبين الحضارة اليونانية والتاريخ ودولة اليونان، فالمستوى الثقافي التبادل الحياة متأخر جدا، فانتهزنا فرصة نضيف الشرف ومعانا المؤسسة الثقافة اليونانية ووزارة الثقافة اليونانية ورئيس اتحاد الناشرين اليوناني. عملنا امبارح لقاء والنهاردة أنا دعيت معظم الناشرين المصريين وهنعمل بروتوكول تعاون بيننا وبينهم في منح للترجمة من الأدب اليوناني، وبرضه هياخدوا من الادب المصري. وفي اتحاد الناشرين الاوروبيين وفي في ناس كتير جدا في دول طبعا كل دوله فيها ورايحين هيئه العمل الكتاب يشتروا حقوق نشر كتب مصريه. تمام. السنه دي بيع الحقوق يعني برضه عمل رواج. يعني رواج كويس، لانه هو مفروض الثقافه بتوحد الشعوب. يا استاذ سعيد بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا في الحياه اليوم، وشكرا على هذا اللقاء. والله شرف ليا ان انا اكون مع حضرتك. اشكرك. شكرا. الف شكر. الف شكر. بما ان احنا في معرض الكتاب كان يجب ان نلتقي ببعض الناشرين العرب اللي جايين الى هذا المعرض الدولي في دورته 53. اسمحوا لي ارحب بضيفي في هذه الفقرة الاستاذ جبر ابو فارس رئيس اتحاد الناشرين الاردنيين ومدير معرض عمان الدولي للكتاب. اهلا بك في مصر. حياكم الله. اهلا وسهلا بكم، ونحن سعيدين جدا بمشاركتنا في هذا المعرض وحضور فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.
هل هذه هي المرة الأولى اللي أنت تحضر فيها المعرض ولا حضرته قبل كده؟ لا طبعا، إحنا يعني كاتحاد ناشرين أردنيين حريصين جدا على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهذه المشاركة طبعا جاءت يعني منذ سنوات عديدة، منذ بداية انطلاقة معرض القاهرة من قديم الزمن، يعني من سنوات عديدة جدا. فالأردن حريص جدا على المشاركة في هذا المعرض، معرض القاهرة الدولي للكتاب. هذا المعرض الذي طبعا له تاريخ عريق منذ تأسيسه، وما زال هذا المعرض يتقدم في تقديمه لمجال المعرفة وعرض ما هو جديد من الكتب الجديدة. نعم. طيب أنا عايز أسأل حضرتك أستاذ جابر، إيه الجديد اللي أنت شفته هذا العام مختلف عن دورات سابقة؟ في الحقيقة يعني معرض القاهرة الدولي للكتاب دائما في تطور، ودائما في تحرص إدارة هذا المعرض على أن تواكب التطور العلمي في عرض الكتب وعرض المنشورات، وأيضا من ناحية التنظيم ومن ناحية الترتيب للمعرض. في كل دورة نلاحظ فيه جديد، وهناك جديد في معرض القاهرة. الجديد الآن أيضا التنظيم الجيد والممتاز والرائع في أروقة هذا المعرض الذي نعتز به دائما. كم عدد الناشرين الأردنيين المتواجدين تقريبا، أو كم مكتبة أردنية، كم دار نشر أردنية قررت المشاركة؟ يشارك في هذه الدورة 37 دار نشر أردنية تعرض في مختلف الكتب العلمية والأدبية والثقافية، ونتمنى يعني في المستقبل أن يكون هناك زيادة في عدد الناشرين المشاركين في هذا المعرض. في ناشرين مصريين بيشاركوا في المعرض الأردني؟ طبعا أكيد، يعني إحنا معرض عمان الدولي للكتاب، هناك الكثير من دور النشر المصرية التي تشارك في معرض عمان، والناشر المصري حريص جدا على المشاركة في معرض عمان الدولي للكتاب. بنشكرك جدا على وجودك معنا في الحياة اليوم، يعني وبنرحب بكم في معرض الكتاب المصري. بالعكس، احنا يعني سعداء جدا بمشاركتنا في معرض القاهرة، ودائما حريصين جدا على حضور فعاليات هذا المعرض وحضور الفعاليات الثقافية المصاحبة لهذا المعرض. هذا المعرض يعني له تاريخ عريق، ودائما يعني هو من المعارض المهمة على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم جميعا. شكرا لك، شكرا جزيلا، أشكرك. حياكم الله. الكتب قرينا، الكتب رأينا، الكلمة جنب الكلمة، كل جنب الاسمينا. الكتب قرينا، الكتب رأينا، الكلمة جنب الكلمة، كل جنب الاسمينا. كانش ممكن أكون موجود في معرض الكتاب وما جيش جناح اللي معمول لكتب الأطفال ولعب الأطفال والحاجات الثقافية المختلفة بتاعة الأطفال. وطالما جيت للجناح ده يبقى مفروض ان هم ضيوفي يكونوا الأطفال اللي لأول مرة نلم كل الناشرين المتخصصين في كتبهم في جناح واحد. خليني بقى أخدهم ورا بعض كده. ازيك يا أمورة، اسمك ايه؟ زينة. زينة، انت جاية مبسوطة من المكان ده؟ جدا. ليه؟ الألوان جميلة، والقصص طبعا هي حاجات جميلة، والألعاب والإكسسوارات تحفة. وانت جيتي ولعبتي هنا النهاردة؟ أيوة. عملتي ايه؟ وريني كده في ايدك. انا عملت الإكسسوارات دي من اسمي، انا اسمي زينة، وعملت الحروف دي. برافو عليك، عملتيها لوحدك؟ حد قاعد علمك؟ لا انا عملتها لوحدي. برافو عليك يا زينة. وهتجيبي كتب بقى وحاجات تاخديها معاكي البيت؟ ايوة. برافو، ومرسي انك انت جيتي معايا. مرسي يا زينة. اسمك ايه يا امورة بقى؟ جودي. ايوة، سمعيني اكتر. جودي. ازيك يا جودي؟ قوليلي. الحمد لله. مبسوطة هنا في المعرض؟ جيتي قبل كده ولا دي اول مرة؟ لا جيت كثير. جيتي المعرض قبل كده زمان؟ صحيح؟ كنت بتيجي تعملي ايه؟ كنت باجي اقعد والعب واقرا قصص، وكنت بحب المكان قوي. طيب وجبتي السنة دي جبتي كتب؟ طب انت لما بتيجي تنقي كتب بتحب تنقي كتب ايه؟ ساعات بحب ان انا انقي قصص وبتبقى حلوة قوي، وبحب ان انا اقرا اكتر من ان افضل ابص.
يعني عايزة تقري أكتر من إنك أنت تتفرج على صور. ده أحسن لك؟ طيب. عشان أكون أحسن في القراءة. أحسن في القراءة، برافو عليك. أنت في سنة كام؟ سنة تانية. تانية ابتدائي؟ عندك كم سنة؟ عندي 9. 9 سنين؟ برافو عليكي. أنت اسمك إيه بقى؟ اسمي يوسف أشرف. يوسف أشرف؟ إيه يا يوسف، كابتن يوسف إزيك؟ الحمد لله. أول مرة تيجي المعرض؟ لا، أنا جيت السنة اللي فاتت، السنة قبل اللي فاتت. طيب قول لي بقى، بتعمل ايه في المعرض؟ عملت ايه السنه دي؟ انا باجي هنا عامه وبنقعد، يعني لما بنتفسح وبعديها بنشتري قص. عندك كم سنه دلوقتي؟ عندي 14 سنه. وبابا وماما بيسيبوك تشتري؟ لا، انا بحب كده، وهم سايبيني عادي عشان انا بختار رايي. انت اللي بتختار؟ طيب جميل جدا جدا. انت بقى اسمك ايه؟ اسمي ايه. ايه ايه؟ آية مصطفى. ازيك يا آية؟ الحمد لله. أول مرة تيجي المعرض ولا جيتي قبل كده؟ لا، جيت قبل كده. وبتشتري كتب؟ جبتي كتب النهاردة؟ مين اللي بينقلك الكتب بتاعتك؟ أنا وماما وأخويا وأختي. أخوكي وأختك بيشتروا الكتب بتاعتهم، ولا أنتوا كلكم بتقروا كتب بعض؟ كلنا بنقرأ مع بعض كل القصص. كل القصص؟ طيب وانت عملتي الرسمة دي؟ أنا لونتها. لونتيها؟ يعني بعد ما اشتريت الكتب لو انتي الرسمه بتاعتك؟ صحيح. طب ده جميل قوي، هتاخديها معاكي وانت مروحه؟ طيب اسمك ايه؟ ياسمين اشرف. اهلا بيكي. انتي اشتريتي كتب النهارده؟ لا، النهارده ما اشتريتيش النهارده ليه؟ عشان النهارده احنا جايين عشان نتفسح ونلعب ونلون. وبتدوري هتيجي بقى بعد كده تشتري الكتب اللي انت عايزاها؟ يعني لو لقينا حاجات يعني حلوه هنجيبها. انت بتيجي المعرض ده من زمان؟ وانبسطتي ان المكان ده موجود دلوقتي؟ زمان ما كانش فيه كده. الحاجات هنا اتغيرت. اتغيرت؟ لسه فاكره يعني ايام زمان وبتقارنيها؟ صحيح؟ مع ان سنك صغير قوي. ايه اكتر حاجه عجبتك السنه دي؟ السنه دي اللي هنا فيه حاجات جديده، وفي العاب جديده هنا، وقصص، وكل حاجه هنا جميله. ده شيء حلو، انا سعيد بيكم كلكم. بيقولوا لي ان في هنا موهبه في وسط الاطفال ايضا، وهي طفله بتقول شعر، فخلونا نشوف ايه حكايه طفله اللي بتقول شعر. تعالي يا حبيبتي، تعالي تعالي تعالي. ازيك، اسمك ايه؟ ريتال. مش سامعك، علي صوتك. ريتال. ريتان، ازيك يا ريتان، اخبارك ايه؟ كويس. عندك كم سنة؟ كي جي وان. انت في كي جي وان، بتعرفي تقولي شعر؟ طب تعرفي تقولي لي حاجة كده تسمعيني؟ اطفال ديلنا في كل مكان، علم حديث وذكاء وايمان، بنعلمهم ونربيهم لحد ما يبقوا في اعلى مكان، عايزين نزرع فيهم حاجة دي بلدنا ليهم محتاجة، والوردة اما فيهم نراها مش ممكن تبقى بتنجان ولا ممكن تطرح رمان. انا بنوتة لكن خلبوص اقتصادية وايدي ميزان، قبل ما اكون في الكوش عروسة طموحاتي سبقاني كمان، هبقى سفيرة، هبقى وزيرة، اخدم بلدي في كل مكان. اما انا في هوايتي الالوان، ياما شخبطت وياما لخبطت، بدعي ماما تهدى عليا وما تاخدش مني الالوان، ما تاخدش مني الالوان. عايزين نشبع رغباتهم ونزرع فيهم هواياتهم ونطلع كل اكتشافاتهم لوحة جميلة بالألوان، لوحة جميلة بالألوان. مين اللي علمك دي؟ ماما. دي أغنية ولا ده شعر؟ لا، ده شعر. وانت حفظتيه كله؟ طيب برافو عليك يا حبيبتي. أطفال بس مستمتعين ان انت عملت لهم حاجة خاصة بيهم، هم حاجة بتاعتهم، حاجة هم جايين ومبسوطين ان هم يكونوا متواجدين فيها. بس الاهم برضو على فكرة ان اللي مبسوط اكتر الاباء والامهات، عشان ما عادوش بيضطروا يمشوا في كل المعرض رايح جاي بحثا عن كتب الاطفال والمتخصصة، او مكان يقعدوا بيهم، او مكان يعملوا فيهم هوايات. اللي معمول هنا ده هيحبب الطفل في معرض الكتاب، هيربطه
في اطفال زي ما انتم سمعتوا النهارده كده. لا دي مش اول مره، احنا جينا قبل كده، جينا السنه اللي فاتت، جينا السنه اللي قبلها، ارتبطوا خلاص بالتواجد في هذا الموسم، يجي يشتري كتبه الجديده ويبدا يقراها. عايز اقول لحضراتكم انا منبهر بالاصدارات، يعني انا واقف بقالي فتره قدام اصدارات مكافحه الارهاب، ازاي تدير الازمه الارهابيه، دراسات العمليات الامنيه لمواجهه الجرائم الارهابيه، تاريخ الارهاب والتطرف. خدوا بالكم ان هذه الكتب وهذه الاصدارات متاحه للناس بشكل كبير، لان هو بيعرضها هنا. التخطيط الاستراتيجي في الدراسات المتخصصه لرجال الشرطه، الدراسات برضو المتخصصه عندهم الجرائم الإلكترونية وأمن المعلومات ومواجهة الأمنية والقانونية لجريمة اختراق نظم المعلومات. إزاي؟ هو بيحاول يزيد من ثقافة طالب الشرطة وأيضا من رجال الشرطة المتواجدين الآن، وبيرتقي بيهم وبيطور لهم القانون. لو بصيتهم هتلاقيتهم عارضين المناهج اللي بيدرسها أبنائنا في كلية الشرطة، تنظيم إدارة الشرطة، مبادئ القانون الدولي العام، قانون العقوبات، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، الأمن القومي المصري في التهديات والتحديات المعاصرة. كل دي على فكرة دي مواد بيتم دراستها داخل الكليات الشرطة، التطبيقات العملية لأمن نظم المعلومات الأمنية، أسس ومبادئ البحث الجنائي. وهتكتشفوا أن هناك زخم كبير جدا من المعلومات اللي بيتم طرحها، ومن ضمنها أيضا منزلين سيديهات توعية للناس، احمي نفسك باتباع الارشادات الوقائية، حاجات كثيرة، ومن ضمنها قاموس المصطلحات الشرطية لما بيتكلموا. وبعدين عجبني ايضا كمان ان المناهج فيها عربي انجليزي وفرنساوي. ثم ننتقل بيكم على حاجة تانية، المؤتمرات اللي بتتعمل والندوات العلمية المختلفة اللي بيعملوها رجال الشرطة، ندوة المواجهة الشاملة للعنف. انا عايز اقول لكم انما بيطرح حاجة زي كده دي ورشة عمل، انا عايز اوريكم بس حجم هذه الورشة والمعلومات اللي كانت مقدمة فيها، وان هي تنزل بهذا الشكل علشان تعرض وتعرض على الجمهور وتبقى في فترة من الفترات موجودة وموثقة بشكل او باخر. كلية الدراسات العليا عندهم واصداراتها، ازاي المواجهة التشريعية والامنية لاستغلال الاطفال في العنف السياسي، الجرائم المعلوماتية، أطفال بلا مأوى، كل دي دراسات عاملاها كليات الدراسات العليا في كلية الشرطة. التدريب والتنمية، أنا عايز أدرب وأقدر أن أنا أطور من المناهج العلمية، والتعاون الرقمي بين أجهزة وزارة الداخلية، مخاطر الذكاء الصناعي وتطويعها لخدمة الأمن، دور الشرطة في مكافحة جرائم التجارة الإلكترونية، وانا وانتم بالذات في الحته دي مهمه بالنسبه لنا كلنا. ليه؟ لان الشرطه بدات تخش النهارده لما حد ينصب عليك ويشتري منك حاجه او يبيع لك حاجه وتفاجئ ان انت يعني تعرضت لعمليه نصب، بتلجا لمين؟ بتروح للشرطه. طب وهي الشرطه بدات تطبق النظم الجديده في التعامل مع دول ازاي؟ عبر مثل هذه الدراسات والكتب وغيرها. ده اصدارات حقوق الانسان، هتكتشفوا انها متعدده. عنده الحق في احترام الحياة الخاصة بين الاتفاقات الدولية والقانون الوضعي والشريعة الإسلامية، أنا بحترمك إزاي، وبيعلم الضباط وبيعلم الطلبة بتوعه كيفية هذا الاحترام. حماية حقوق الإنسان في مرحلة جمع الاستدلالات، أنا جاي أسأل عنك، طب أنت لك حقوق عندي ولك حقوق يجب أن أحافظ عليها قدر الإمكان، فبيجب ده كله. والخدمات لذوي الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بيتعمل ازاي؟ ده كتاب معمول بالبريل، انتم متخيلين؟ عامله بالبريل حتى يتم قراءته. وحماية حقوق الانسان دوليا واقليميا، مجموعة كبيرة. وزارة الداخلية مش جاية هنا تستعرض على فكرة، هي بتشارك في هذا المعرض بشكل دائم لان لها اصدارات بشكل دائم. وزارة الداخلية عندها المطابع بتاعتها والمؤلفين والدكاترة والأساتذة المتخصصين جدا، وعملية أن تنقل المعلومة أو أن تفسر المعلومة أو أن
تطور المعلومة، دي عملية مهمة جدا جدا، خاصة لما الأمر يتعلق بأمن بلد وبوزارة من أهم الوزارات اللي بتحافظ على أمني وأمنك. معرض الكتاب في مؤسسات كتير جدا لا يمكن ان احنا ننصدرها. وزارة الثقافة المصرية، طبعا لما اقول كلمة وزارة الثقافة ده بالتاريخ بتاع وزارة الثقافة، بالتاريخ بتاع الوزراء، بكل الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة، بكل المبادرات والملفات التي تتابعها وزارة الثقافة، وايضا بكل النجاح اللي بتعمله وزارة الثقافة خاصة في هذه الدورة من معرض الكتاب. وعلى هامش هذا المعرض في دورته 53 أنا برحب بضيفتي العزيزة جدا في هذا اللقاء، دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك وألف مبروك. الله يبارك فيك. أنا منبهر باللي شفته النهاردة. وإحنا سعداء. ربنا، لا أنا منبهر جدا جدا جدا، سعيد أن أنت وصلت بمصر إلى هذه الدرجة من الرقي في المعارض ومعرض ثقافي بهذا الحجم. الحقيقة يعني أنا سعيدة جدا طبعا بالكلام ده، لأن كان هدف مهم جدا جدا في بداية تولي مسؤولية الوزارة، لأن يمكن بعد ما توليت المسؤولية بأربع أو خمس أيام كان معرض القاهرة الكتاب الدورة 49، فكان لسه في المقر القديم. طبعا هو أرض المعارض القديمة. في أرض المعارض القديمة طبعا كلنا بنعتز بهذا المكان للتاريخ الطويل، ولكن كان في لحظتها يعني تواجدت الفكرة ان مش معقول هنحتفل باليوبيل الذهبي لتاريخ هذا المعرض وما يكونش فيه تطوير. فالحقيقة ابتدأنا بالفعل فورا بعد انتهاء المعرض بان احنا نفكر ازاي ننقل المعرض نقلة نوعية حقيقية. فاتجهنا الحقيقة لأرض المعارض هنا وبدأنا بالفعل، وكانت طبعا اليوبيل الذهبي تم بالفعل، ولكن ده بيشجعنا ان اولا كل سنة بيتم التوسع في المعرض واضافات كتيرة جدا الحقيقة، واعادة تنظيم والحقيقة الرؤية مختلفة وشكل لمصر بالريادة مختلف، لان طبعا النهاردة اصبحت معارض الكتاب على مستوى العالم بتتطور بشكل كبير جدا جدا، وهذا المعرض يعني من اقدم المعارض وله تاريخ عظيم جدا جدا، فمش معقولة ان مع يعني بنواكب هذه المرحلة وما يكونش فيه تطوير حقيقة يواكب ما يحدث في العالم كله. احكي لي عن العلاقات البينية، احنا بخلاف طبعا دور النشر والناشرين والكتب والبيع والشراء، انا ملاحظ ان في يعني زيادة شديدة قوي في العلاقات البينية بين مصر والدول الاخرى ثقافيا، اجنحة دول، اجنحة تمثيل لاتحادات لناشرين مختلفين، في استراتيجية في التحرك معاهم. ده حقيقي، ده فعلا بدأ بالفعل الحقيقة نقدر نقول في الوقت الأخير أو في المرحلة الأخيرة في توسع حصل بشكل كبير جدا. طبعا كم المعارض اللي بتتم على مستوى العالم وتواجد مصر فيها أيضا فتح مجال كتير جدا للتواصل بشكل كبير. النهاردة لما بنشوف مشاركات الدول العربية وحتى الدول الأجنبية الحقيقة مختلف تماما عن ما كان قبل، يمكن جزء منها طبعا مكان المعرض وآلية العرض في المعرض، يعني إذا عايز أقول نقلتنا إحنا كلنا جميعا في مكان تاني آخر، فبالتالي ده ساعد بشكل كبير جدا.
بنقدر نقول كمان ان احنا الحقيقه في السنوات الاخيره في توسع بشكل كبير حدث كعلاقات ثقافيه مع كثير من الدول العربيه وكثير من دول العالم، ولكن يمكن افريقيا والدول العربيه يمكن كان في مساحه اكبر، فالتواصل الثقافي اللي تم خلال هذه السنوات طبعا السبع الاخيره فتح لنا مجالات كثيره جدا لمشاركات عديده. طيب النهاردة أنا قابلت مع اليونان ودخلت الجناح اليوناني، لماذا تم اختيار اليونان؟ طبعا هو يعني الحقيقة اليونان كانت المفروض من يعني من العام الماضي، ولكن طبعا لظروف جائحة كورونا يمكن تعذر، واحنا احترمنا هذا جدا، لأن طبعا كانت حتى يعني الدورة الأخيرة بالنسبة لنا كانت في شهر يونيو أخرتوها 15 بالضبط، ولكن أيضا كان العالم كله الحقيقة بيواجه يعني جائحة كورونا، واليونان طبعا كانت متضررة بشكل كبير، ولكن احنا تمسكنا بوجودهم معانا طبعا عشان كده هم موجودين معانا هذه الدورة. طبعا احنا يعني اليونان بالذات الحقيقة بيربطنا بيها علاقات تاريخية وثقافية عظيمة جدا جدا طبعا. وخاصة في مجال الثقافة والأدب والفكر، ويمكن المجتمع المصري متأثر بشكل كبير جدا بالثقافة اليونانية، عشان كده هنلاقي الحقيقة يمكن في معظم الندوات بتاعتهم حضور مصري غير عادي. احنا السنة دي عندنا عدد كعدد ناشرين او دور نشر حوالي 1067، يعني ده عدد طبعا عمرنا ما شفته. بص انا بحضر معرض الكتاب ده، انا راجل كبير، انا باجي هنا من بدايه الثمانينات، يعني انا بحضر معرض الكتاب من بدايه الثمانينات، لا انا مذهول الحمد لله. عايز اقول لحضرتك كمان الحقيقه يعني كان في الفتره الاخيره اتصالات عديده من اصدقاء كتير جدا في دول عربيه كتيره عندهم كتب، وهذه الكتب هم حابين ان هم ييجوا بيها، على الرغم ان يمكن هذه الكتب ممكن تكون يعني تم نشرها في دول اخرى، هم حابين يتواجدوا بهذه الكتب. في مشاركات الحقيقه واضحه مختلفة تماما، في نظرة مختلفة، وأنا سعيدة لأن طبعا بالنسبة لنا إقامة هذه الدورة ده تحدي كبير، لأن إحنا أن يقام دورتين في خلال 6 أشهر بهذه الضخامة ده تحدي حقيقة، وده هي دي الدولة المصرية. كمان الحقيقة إضافة التقنيات اللي تمت هذه الدورة أتاحت لنا الكثير والكثير من طبعا المنصة، وبالفعل الإقبال على المنصة الإلكترونية. المنصة الإلكترونية كويس. حدثيني أنا أصحك يعني أقول لحضرتك حاجة، أنتم بتتكلموا على حاجات تاخدوها في سطر، لأن ده إنجاز خلصتوه وماشيين في غيره. لا أنا عايز حضرتك تقفي كده عند المنصة اللي النهاردة عليها 44.5 مليون بني آدم بيستخدموا من دول أخرى. ما هو كلمة إن أنا أدخل على منصة وزارة الثقافة المصرية و وكتب ويعني احنا بنتكلم في 44 مليون ونص تقريبا. ايوه مش كده؟ بالظبط. منهم 40 مليون مصري و4.5 مليون من خارج مصر. بالظبط. كويس، احكي لي عن المنصه. طبعا هذه المنصه اتاحت لنا، يعني انا عايز اقول اذا كان النجاح بنتمناه بنسب معينه، فنسب نجاحه مع هذه المنصه زاد بشكل كبير جدا جدا، وتواصل مع العالم ككل الحقيقه. احنا بنشوف عدد المشاهدين او عدد الدخول على هذه المنصة ده عدد غير طبيعي، في عدد بنتكلم في 3 ايام، ده قد ايه احنا قدرنا ان احنا ننجح ان احنا نوصل للمصريين كمان للخارج، ومش فقط المصريين الحقيقة، يعني دول عديدة وجنسيات مختلفة. عايز اقول لحضرتك هذه المنصة سمحت لنا كمان في ظل هذه الظروف، كان في ناس كتيرة حابة جدا المشاركة ما قدروش ان هم يتواجدوا، طبعا تواجدوا من خلال المنصة طبعا لظروف ايضا جائحة كورونا، ولكن هذه المنصة ايضا بالنسبة لنا انا بعتبر اهم انجاز ان احنا النهاردة قادرين ان احنا نضع الكتب على هذه المنصة، ويتم البيع من خلال هذه المنصة، ويتم توصيل الكتب من خلال البريد المصري. انا بعتبر ده اهم انجاز ممكن يكون تم في هذه الدورة الحقيقة. السنة دي كمان الحقيقة اضافة مهمة جدا، معرض كتاب الطفل، واحنا السنه دي جناح عملنا جناح كامل خاص بيه. جميل. الحقيقه وطبعا اختيار شخصيه المعرض الكاتب الكبير عبد التواب يوسف، والتقنيات ايضا اللي تم اضافتها، اقبال غير عادي من الاسر المصريه باطفالهم، اهتمام كبير جدا بانشطه مهمه جدا جدا داخل المعرض. استغلينا هذه الفرصه وعملنا مكان مخصص الحقيقه لجائزه المبدع الصغير.
لان احنا طبعا بدانا في الاعلان عن جوائز المبدع الصغير للدوره الثانيه، وهي دي جوائز الدوله طبعا. وبالفعل كان عندنا السنه اللي فاتت وعندنا 18 طفل وطفله او شاب وشاب ايضا كمان، حاجه كانت انجاز غير عادي في تخصصات متنوعه. السنه دي احنا استغلينا المعرض ايضا انه يكون في مكان مخصوص للولاد يقدروا يقدموا من خلال المعرض مباشره، كمان سهلنا عليهم. يعني حلو جدا حكايه ان حضراتكم بتتبنوا ده، ولكن لاحظته كمان ان بسبب الكورونا كان دايما المؤلفين نفسهم يعملوا حفلات توقيعية. ايوه طبعا طبعا. فانتوا عملتوا اكشاك خارجيه، ايوه، وبتنشروا الناشرين في الخارج اوبن اير، وبتجيبوا لهم كراسي وتجيبوا لهم الكاميرات وتجيبوا لهم الصحافه، ويبدا الناشر يجي يمضي او المؤلف يجي يمضي مع الناشر على الكتاب بتاعه. ده مظبوط. السنه او الدوره السابقه الحقيقه اتحرمنا جميعا من هذه اللحظات الجميله. هو نجاح جميل قوي. وانتوا ايضا بتعملوا حفلات موسيقيه في الخارج للناس في الاوبن اير، كشك الموسيقى. اللي انا بحلم بيه، ما زلت بحلم بيه لاعادته تاني الحقيقه. ما زلت بحلم بكشك الموسيقى، فابتدينا ننفذه من خلال المعرض. بقالنا كذا سنه طبعا بننفذه، لكن السنه دي يمكن بشكل برضه متنوع ومميز، ان احنا نظهر اله معينه، مش مجرد ان احنا بنعمل مزيكا او بنعمل جو جميل كده فني، لا، ان يبقى في اله معينه بنبرزها. ليه؟ لان اللي بيجي بيتفرج وبيبص وبيقف ويتابع، ما هم اطفال ونشأ، فده ممكن تخلق نوع من الاهتمام داخلهم ايضا، ان يشوف آلة التشيلو، يشوف آلة الجيتار، يشوف آلة العود، ويقف ويتابع ويشوف، ممكن يقول انا عايز اتعلم ده. يعني هي محاولة السنة دي ان احنا بنعرض بشكل مختلف لحس لامور معينة، مش لدراسة امور معينة، مش مجرد ان احنا بنقدم فقرات فنيه فقط. رغم ان انا كان نفسي طبعا اول ما يعني لما بيكون معايا حد بقى وزير انقلك بره المعرض، ولكن احنا جوه المعرض وفي ارض المعارض، فمش هخرج باسئلتي كثيرا عن معرض الكتاب. فبشكرك جدا على اتاحتك الفرصه ان احنا نقعد مع بعض في هذا اللقاء. انا بشكر حضرتك جدا، وبشكركم على المجهود، وبشكر يعني الدكتور هيثم اللي عمل الكتاب، والدكتور احمد، الناس بجد اللي متعود يجي المكان ده ويجي المعرض ده ويجي السنة دي ويشوف هذا الاختلاف وهذه التكنولوجيا والتقنيات والإنترنت والإتاحة المختلفة والاحتياطات المختلفة، بجد بكون سعيد إن بلدنا وصلنا لهذا الرقي. فشكرا ليك على وجودك معايا في هذه الفقرة. تسمح لي أشكر حضرتك وفريق العمل كله الحقيقة الاهتمام بالتواجد، فأنا سعيدة الحقيقة جدا بوجود حضرتك، وسعيدة بتشريفك، وسعيدة بأن هذا النجاح. شكرا لحضرتك يا معالي الوزيرة، وشكرا على استقبالنا. بشكر حضراتكم على المتابعة. زي ما انتم شايفين، اي مجهود انت بتشوفه او اي حاجة انت بتشوفها حلوة وراها مجهود كتير جدا جدا، وراها مجهود كبير، وراها ناس اشتغلت وناس تعبت عشان انت تيجي وتستمتع. وانا بقول لكم والله دعوة دعوة، تعالوا هذا المعرض وتفرجوا على مصر، واتفرجوا على الكتب، وهاتوا ولادكم هيستمتعوا جدا في هذا المعرض. يلا بينا اوريكم حاجة تانية. طبعا لو قلت لكم ان انا لو قعدت هنا اسبوع مش هيكون كفايه مش هتصدقوني، بس هو ده الواقع، لان انا من النوع اللي ما اقدرش اشوف كتب زي اللي قدامي دي واسكت، لازم تلاقوني بيفر فيها ومن جناح لجناح وانزل تحت وادور وكل حاجه. انا زي طفل كده دخلوه محل العاب، وكان لازم في نهايه هذه الجوله اللي خدتها معاكم في معرض القاهره الدولي 53 للكتاب، ان انا اقابل يعني واعمل اللقاء الاخير بتاعي مع ابو العروسة اللي هو الرجل المسؤول عن التنظيم بتاع هذا المعرض هذا العام. اسمحوا لي ارحب بالدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب. مبروك. الله يبارك فيك يا فندم. هي بس انا عايز اوضح انه مش انا الوحدي المسؤول، انا بتكلم الهيئة يعني كلها. الهيئة الوزارة الأول طبعا. والهيئة احنا عندنا اللي بيساهم في التنظيم اللي حضرتك شفته ده أكتر من 2000 شخص.
أكتر من 23 جهة بتعاون في غير الناشرين، ولا 23 جهة بيساعدونا إن إحنا نقدر نعمل الحدث ده بالشكل اللي حضرتك شايفه. أنا عجبني جدا، والتكنولوجيا اللي أنتوا قدمتوها السنة دي، وأنا خدت بالي من حاجات غريبة أنت ممكن ما تاخدش بالك منها. أنا خدت بالي من إكباس الكهرباء أنتوا حاطينها فين في الأجنحة، خدت بالي من أرضياتك اللي أنت عاملها السنة دي عاملها إزاي، فرشة السجاد، الدخول، مفيش باب دخلنا من عليه لما راح قايل لي ايه فين الكمامه، فانا لابس الكمامه او مش لابسها اروح مطلعها واقول له والله بس انا عشان بصور. كل ده انا واخد بالي منه كويس جدا، بالاضافه الى الهيئه العامه للكتاب. يعني انتوا عاملين شغل بديع، فانا قلت لك شكرا، كل العاملين شكرا. حدثني عن الهيئه المصريه العامه للكتاب، مقدمين لنا ايه السنه دي؟ مقدمين لنا السنه دي اللي احنا واقفين في وسطه ده هو جديد السنه دي، يعني كل العناوين اللي موجودة ده جناح العرض مش البيع. جناح العرض هناك في ضرب حضرتك كده شايف الناس واقفة. جناح العرض بيبقى فيه العناوين الجديدة اللي صدرت من المعرض السابق، فكل العناوين اللي موجودة هنا هي العناوين التي صدرت منذ المعرض السابق. أنا عايز تقولي إن كل ده إصدارك في 8 أشهر فاتوا؟ تقريباً، لا في سنة، أنا بعتبر إنه قايمة المعرض دايماً بتبقى سنة. سنة. اللي هي بتبقى من 400 لـ450 عنوان كل سنة. كل سنة. وواقف قدام بقى التقايل، المجموعات اللي أنتوا بتقدموها بأسعار يعني أنا مش مصدق نفسي بالأمانة. بص أنا هقف قدام وصف مصر. أيوة. كم كتاب؟ 37. 37 كتاب بما فيهم ملاحق الخرائط واللوحات والصور. منزلها الهيئة المصرية عمل الكتاب، منزلهم بكام؟ بحوالي 1700 جنيه. أنا كنت متوقع إن أنا أفتح ألاقي الورق اللي هو القديم بتاعنا الرخيص شوية، لقيته ورق أبيض فاخر، ده يعني ورق 80 جرام. أيوة صح. مظبوط، ليه في الكلام ده خبره في الورق وكده. ثم ايضا موسوعه مصر القديمه سليم حسن. المجموعه كام دي؟ ب 1000 جنيه. ايوه انتوا منزلينها ب 1000 جنيه. دول 16 باين ولا كام؟ 16 واثنين كمان فوقيهم، يعني اللي هم رساله الدكتوراه. 18 كتاب. اللي هو يعني بالحجم ده الحقيقه نقدر نعتبر انه لو اي دار نشر خاصه هتنشر ده هيبقى من 3 لـ4 اضعاف السعر. ده اقل واجب. لان انت بتتكلم على كتب 700 صفحه و800 صفحه، والكواليتي ده كمان كويس الجزء ده. ثم انك انت تدخل عليها تلاقيها بالورق الابيض ده بالمرجعيات دي، وده الجزء ال 13. يعني انت بتتكلم على مصر قديمه من العهد الفارسي الى دخول الاسكندر الاكبر الى مصر، ولمحات في تاريخ السودان وقصه قناه السويس قديما. يعني انت بتتكلم على كل التاريخ المصري متجمع في موسوعة واحدة ومؤرخ ليه في موسوعة واحدة، وبتقدمه الهيئة المصرية العامة للكتاب. تقريبا كل التاريخ المصري حتى نهاية الخمسينيات ده اللي عمله الدكتور سليم حسن، واظن كمان انه سلسلة مصريات اللي حضرتك بصيت عليها دلوقتي بتكمل الرؤية الجديدة اللي بعد كده كمان. ده صحيح. وسلسلة تاريخ المصريين بتكمل بشكل دقيق موضوعات مفردة. الاقبال الشديد جدا اللي انا شفته في جناح البيع على الكتب القديمة بتاعتكم اللي انتوا فتحتوا المخازن وكل المتبقي طلعتوه، والكتب اللي هي كانت زمان باتنين جنيه وتلاتة جنيه وبجنيه، ده انت منزلها بسعر زمان، بسعر وقت صدورها بالفعل. وانا عايز اقول لحضرتك انه الاحصائية اللي عندي على المعرض السابق انه جناح هيئة الكتاب في ال 15 يوم كسر الربع مليون نسخة بيع، يعني في ربع مليون كتاب دخلوا بيوت المصريين من جناح هيئة الكتاب في 15 يوم بس كده. ده انتوا بس، ده الرقم الاهم بالنسبه لي. ايه اكتر اهداف انت بتستهدفها السنه دي؟ قول لي عليها عشان لما بعد ال 15 يوم بقى اجي اقول لك طب وايه اللي انت حققته منها. تمام. اهم حاجه انه فكره التحول الرقمي تكون مقبوله عند الناس، انك انت بتقدم له الكتب عبر منصه عبر رقمية. المنصه، لانه احنا مترجتين انه هذه المنصه تبقى سوق للنشر العربي المصري اولا ثم العربي ممتد على مدار السنة. فالاطلاق اللاونشنج اللي حصل في المعرض هو اللي هيقول لنا احنا رايحين ناحية الهدف ده ولا لا، هنقدر نطوره ازاي بعد كده. واحنا يعني بنتابع الاحصائيات اللي حصلة في الايام اللي فاتوا، بنلاقي ان المنصة الحقيقة ممكن تقدم الدور ده. يعني في اكتر من 440 تفاعل على منصة معرض القاهرة الدولي للكتاب، 440 مليون، 445 مليون تفاعل.
تفاعل طيب على المنصة خلال الثلاث أيام اللي فاتوا، وده بيقول لنا إن احنا رايحين ناحية الهدف ده بشكل ما. الهدف الثاني إنه الرؤية اللي تتاخد عن المعرض إنه معرض داعم لصناعة النشر، فكرة بيع الحقول الملكية، فكرة إنه الناشرين الأجانب اللي موجودين معانا يرجعوا وهم شايلين كتبنا علشان يترجموها ويقدموها للجانب الآخر بشكل ما. الهدف الثالث هيبقى قدامه شوية، إنه معرض الطفل يستقل تماما ويكون عندنا معرض القاهرة الدولي لكتاب الطفل لوحده بقى. مبروك مرة ثانية. الله يبارك فيك وشرفتني. تحياتي لكل العاملين في الهيئة المصرية العامة للكتاب، تحياتي لكل المشرفين من وزارة الثقافة. دكتور هيثم الحاج، ألف مبروك على هذا النجاح. الله يبارك فيك. التعب بيجيب ثمنه دايما، وبشكرك شكرا جزيلا على ان انت ختمت معايا هذه الحلقة الجميلة. عفوا، شرف لي. الله يخليك. بشكر حضراتكم على المتابعة. لو انا عندي نصيحة لحضراتكم في اخر الحلقة دي هتكون: تعالوا زوروا المعرض ده، هاتوا اولادكم، تعالى الواحدة اشتري كتاب، بلاش تشتري، تعال اتفرج، اتفرجهم على القوة الثقافية المصرية وجذور الثقافة المصرية، والعالم كله جاي يعرض عندك بيعمل ايه، وانت ايضا بتقدم للعالم الوجه الحضاري الثقافي لمصر. بشكر حضراتكم على المتابعة، نشوفكم الحياة اليوم.